هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المحاضرة قبل الأخيرة من دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين، وهي المحاضرة قبل الأخيرة في الدورات العلمية التي تقدمت، وهي سنوات دراسية منهجية في بيان العقيدة الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة، وهي كما علمتم وتقدم الأمر دراسات لو أن المسلم انتبه لها وقام بسماعها وتفريغها يمكنه أن يدرك ما عليه أهل السنة والجماعة في سهولة ويسر. والحمد لله عز وجل أن وفقنا إلى هذه المحاضرة هي قبل الأخيرة، ونسأله إن شاء الله أن يتم علينا النعمة بتسجيل المحاضرة القادمة بإذن رب العزة والجلال. في المحاضرة 29 من دورة كفاية الطالبين نتناول الحديث عن كيفية تعامل المسلم مع الغزو الفكري الموجه عبر وسائل التقنية الحديثة، سواء كان في الفضائيات أو كان في الإنترنت والشبكات التلفزية أو شبكات التلفزة المشفرة. احنا طبعا كتاب الفضائيات والغزو الفكري قسمناه الى مطلبين. تقدم الحديث في المطلب الاول
عن دراسة تفصيلية عن غزو القنوات الفضائية وعن السلبيات التي تأتي من هذه القنوات، وتحدثنا عن الفضائيات ذات البرامج المختلطة وعن آثارها بالنسبة للمسلمين، وتحدثنا عن الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة المثقفين، وتحدثنا عن الفضائيات المذهبية الشيعية المجوسية الجعفرية وكذلك الصوفية، وأيضا تناولنا دراسة القنوات الإنحلالية والقنوات الإباحية وما يترتب عليها من الغزو الوافد إلى بلادنا. نحن سنستكمل حديث عن تصنيف الفضائيات الموجهة إلى أبناء الأمة الإسلامية، وكيف يراعي المسلم تلاشي أثر هذه القنوات على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه، لأن هذه الفضائيات للأسف يعني أصبحت من الكثرة بحيث لا يمكن صدها، ولا يمكن أن احنا نعيش في هذه المعمعة الكبيرة بدون أن نتعامل معها بالشكل الذي شرعه رب العزة والجلال. يعني مش هينفع طبعا دلوقتي أخي يقول لك لا أنا مش هدخل التلفزيون في بيتي من أصل. صحيح هو جزاه الله خير، بس اعمل حسابك أن أولادك مش هتعرف تحجبهم أنهم يقعدوا مع زمايلهم قدام التلفزيون ولا عند قرايبهم. فأصبحت القضية دلوقتي إذا أنت حجبتهم في بيتك هيروحوا في بيت غيرك من الأقارب اللي عندهم نفس الجهاز. ففكرة مسألة المنع المطلق برضو دي مش إيجابية، لكن لو في الترشيد مع مراعاة الخطر من هذه القنوات بحيث تفتح القنوات اللي تؤدي إلى نفع الأمة وتغلق القنوات التي فيها ضرر بالنسبة للمسلمين. فسوف نتحدث بإذن رب العالمين عن الغزو الفكري القادم من الفضائيات الكرتونية وعن أثره الهدام على أطفال الأمة الإسلامية، لأن مسألة الرسوم المتحركة شغلت الأطفال أيما إشغال. ما فيش ولد يطيق أن يجلس بدون أن يعني يشاهد هذه القنوات، وخصوصا في السنوات المبكرة اللي بقى فيه الطفل من عنده 3 سنوات وطالع، صعب أنك أنت تعرف تحجبه عن مثل هذه القنوات إذا شاهدها، بل ممكن يعمل مناحة في البيت لو أنت ما فتحتش القناة عشان يتفرج على الأفلام الكرتونية. لكن إحنا بنحاول نشوف إيه اللي ممكن يتفرج عليه الطفل وإيه اللي ما يتفرجش عليه، لأن هذه بعد دراسات علمية تبين خطورة هذه الفضائيات الكرتونية على أطفالنا. دكتور أحمد الغامدي يقول: من البديهي أن يكون المجتمع قد أدرك أن تأثير التلفزيون عموما على الأطفال بيأتي في المقام الأول يعني من خلال الرسوم المتحركة، ومتابعة الأطفال لهذه الرسوم قد تصل إلى 10,000 ساعة بنهاية المرحلة الدراسية. يعني على نهاية السنة يكون الواد شاف قد إيه من القنوات الكرتونية؟ 10,000 ساعة. وهذا ما أثبتته البحوث والدراسات من خلال الواقع المعايش. المرحلة المتوسطة يعني مثلا مرحلة إعدادي، الولد لو بيتابع الكرتون عدد الساعات اللي ضيعها في الفرجة على أفلام الكرتون تزيد على 10,000 ساعة على حسب الدراسة اللي قام بها الدكتور أحمد الغامدي. وأيضا كاتبة قامت بدراسة اسمها سارة الختلان عن الرسوم المتحركة، فقالت: من العوامل التي تؤدي إلى انحراف الطفل هو ما يشاهده من خلال شاشة التلفاز، خاصة أفلام الرسوم المتحركة التي قد تبلد ذكاء الطفل وتضعف عقيدته وتميع خلقه. للطفل بيشبه المادة الطرية اللينة سرعان ما يتشكل بما يشاهده، فيأخذ منها أحط العادات وأقبح الأخلاق اللي بتصدر إلينا من خلال هذه الرسوم اللي بتعبر عن فكر من وضعها أو فكر من رسمها أو قام بها، بل تجعله يسير في طريق الشقاوة بخطى سريعة
فالرسوم المتحركة تلعب دورا كبيرا في شد انتباه الطفل ويقظته الفكرية والعقلية، وتحتل المركز الأول في الأساليب الفكرية المؤثرة في عقله، لما لها من متعة ولذة. وهي في الغالب هذه الرسوم يعني لا تعتمد على التعبير عن واقع أو حقائق، ولكن أغلبها بيعبر عن خيالات في ذهن من يرسمها أو من ينتجها. فهذه الرسوم إنما صدرت إلينا من قبل أناس لا دين لهم، لم يعرفوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكل بيجيلنا من بره إحنا بنعرضه بدون ترشيد ولا يعني فلترة. وهذه الرسوم المتحركة ما هي إلا حكاية عن واقع راسمها كما يثبت علماء الاجتماع. ولذلك احنا بنقول فيها سلبيات كثيرة وآثار مدمرة على الأطفال على وجه الخصوص. هنحاول ان احنا نبين أمثلة واقعية. لما نتكلم عن الفضائيات اللي هي الكرتونية، ايه اللي موجود في الفضائيات الكرتونية؟ وان كان يعني لابد ان نراعي ان البحث اللي احنا عملناه بقاله 10 سنوات قبل أن تنشأ فضائيات كثيرة جدا الآن، لكن أنا هذكر على سبيل المثال أبرز الفضائيات اللي فتحت من حوالي 10 سنوات كانت قناة سبيستون، عارفينها طبعا، ها؟ قناة إيه؟ سبيستون، شباب، قناة شباب المستقبل، وهي بتبث باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. وقناة الإم بي سي 3، إم بي سي 3 دي برضو للأطفال، وإن كانت هي بتركز على نوعية الأطفال في المرحلة المتوسطة والثانوية، وهي مبنية على الإسفاف الأخلاقي في الاختلاط والمعيشة الغربية البعيدة عن ديننا. وقناة سكر، عارفين قناة سكر دي فتحة جديد، سكر دي قناة مصرية فيها أغاني موسيقية وأشياء تجعل الطفل بعيد عن معاني الالتزام. وأيضا قناة الجزيرة للأطفال ماشية على نفس السياسة المنهجية لقناة إم بي سي 3. ليه؟ لأن المصدر واحد، المصدر واحد اللي بيحرك في قطر هو اللي بيحرك في قناة إم بي سي 3. وهناك بعض القنوات الإسلامية التي خصصت للأطفال زي قناة طيور الجنة، ودي مفتوحة بقى لها كم سنة برضو، حوالي 3-4 سنين مش كده برضو؟ ها؟ أي طيور الجنة عبارة عن رقص متواصل للأطفال، يعني الواد مش واقف على بعضه ولا البنت واقفة على بعضها لغاية 5 سنين، العيل ماهوش مستقر أبدا، قاعد بيرقص طول الليل طول النهار. طيور الجنة وقناة سنا وكراميش، أخد بالك إزاي؟ وأيهما يفضل؟ هل يفضل طيور الجنة على كراميش ولا كراميش على طيور الجنة؟ طبعا بيبقى شكله بين العيال وحرب ضروس، اللي عايز كراميش ومش عايز طيور الجنة على حسب الأغاني اللي بيغنوها. وهذه طبعا بتعبر عن فكر منشئيها، لأن أغلب اللي بينشئوا مثلا يعني طيور الجنة وكراميش دي اللي وراها أناس فكرهم فكر إخواني، يقول لك ما فيش إشكال إن احنا نرأس الناس طالما هيلتزموا بالإسلام. العيل أو الطفلة اللي اتربط على إن يبقى وسطها سايب من صغرها كده، دي هتطلع يعني تبني أمة وجيلا، يعني شيء عجيب شوية يعني. وفي قناة طبعا احنا ركزنا عليها في المرة اللي فاتت، قناة طه الشيعية، ومعها قناتين كمان مش فاكر اسمهم إيه، ها؟ قناة الهدهد وقناة إيه تاني، حد يعرف الاسم عشان نذكره فيحفظ. لا أنا بتكلم على القناة الشيعية، قناة الشيعية قناة هدهد وقناة طه، هذه من أخطر القنوات. ليه؟ بيغرس في الطفل الصغير عقيدة الأئمة الاثني عشرية ولعنة أبي بكر وعمر وإن هم اعتدوا على الخلاف إلى غير ذلك من أفكار الشيعة. فهذه ينبغي على الأخ أو الأخت أول ما يشعر بمنهج شيعي في القناة يقوم قافلها ما يفتحهاش تاني. وبرضه هذه القنوات التانية ما يحاولش إن هو يجيب غير القنوات اللي هي اللي تكون محترمة والبرامج المحترمة في داخل هذه القنوات. فأول السلبيات، أول السلبيات اللي بتأثر كسبيل للغزو الفكري في القنوات الكرتونية زعزعة عقيدة الطفل في الله، لأن هذه الرسوم لها دور عظيم في زعزعة عقيدة الطفل في ربه.
فيجيبوا لك مثلا على سبيل المثال يعني طفل صغير شايف منظر من المناظر، راجل بيحط بذره في الارض، فالبذره دي طلعت شجره، الشجره طلعت فوق السحاب، فالولد طلع على الشجره، فلما طلع على الشجره ده الكلام ده داخل ايه الفيلم الكرتوني، وقف على متن السحاب وبدا ينظر، فشاف قصر كبير وضخم بعد ما طلع على السحاب طبعا، حاول ينظر ايه اللي في القصر ده، فاذا بكل ما حوله يفوقه حجما اضعافا مضاعفه، يعني ولد صغير قوي والناس اللي في القصر كبيره جدا جدا، ورجل اخر قبيح المنظر كث اللحيه نائم، يعني مصورين صاحب اللحيه شكله وحش وقبيح ونائم فين في القصر بتاعه يعني. شخيره يدوي في ارجاء القصر، فحصل ان مثلا واحد حرك حاجه ساكنه، فانتبه هذا اللي هو صاحب المنظر القبيح كث اللحيه العملاق، بينتبه من نومه ويلتفت يمنه ويسرى يبحث عن مصدر الازعاج جاي منين، فيشوف ان اللي عامل له ازعاج ازعاج الولد الصغير او القزم الصغير ده، يلاحقه ليقضي عليه ويخرجان من القصر حتى ينزل القزم من الشجر الى متن الارض، والعملاق ورا منه برضه نازل من السحاب على الارض كده، فيلاحقه مرة أخرى، وبعدين هذا القزم يأكل حاجة معينة ولا بتاع، فيدخل ويطول أوي 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 ويغلب مين؟ هذا العملاق صاحب اللحية. كأنه عايز يقول في خلال هذه القصة إن رجل السماء اللي هو عايز يقوله يعني إن إله المسلمين اللي في السماء اللي المسلمين بيتشبهوا به في قضية لحية أو ما شابه ذلك، نام في سبات عميق لا يتحرك إلا عند زعزعته أو إزعاجه، شايفين الفكرة يعني؟ فيخلي الطفل يتجرأ على الحديث عن قضايا في الغيبيات ما هوش مجاله أن يتكلم فيها الآن، وياخد فكرة وحشة عن الملتزمين من خلال مثل هذا الرسم المتحرك البسيط، وهو كده وصل رسالة وصلت إلى أطفالنا، وممكن بعد كده ساعة ما يشوف واحد ملتحي يتذكر هذا الإيه المنظر فيكرهه. يعني هو كره الناس في الملتزمين عن طريق نص ساعة شافها كرتون أو ما شابه ذلك. وكذلك ما يحصل في برنامج ميكي ماوس. ميكي ماوس فار بيعيش في الفضاء، له تأثير جامد على البراكين وعلى الأمطار، ويستطيع أن يوقف البركان وينزل المطر ويوقف الرياح ويساعد الآخرين. الفار ده يعني اشمعنى يكون موجود في السماء؟ يعني احتقار برضه لعقيدة الإسلام وتصدير العقيدة الوثنية، فإن اللي بيحرك السماء فار واللي بيحرك الأمطار فار، يكفي العيل يشوف الحكاية دي. تلميحات خبيثة أهدافها واضحة للجميع لا تتطلب اجتهادا ذهنيا لمعرفتها. بعد كده من الأمور اللي بتؤثر في المسلمين وفي أطفالنا كسلبيات لهذه الفضائيات الكرتونية، نشر بعض النظريات الفاسدة والأفكار الباطلة، ومن ذلك برنامج اللي هو إيه البيكومون. برنامج البيكومون ده يعني بلغت شهرته ومحبته الآفاق. طبعا الأخ اللي كتب الكلام ده وإحنا بننقل عنه بيتكلم على الواقع السعودي، إن البيكومون الواحد بيتباع ب 150 ريال أو أكثر. البيكومون أو البيكمون مش عارف يعني بتاع كده بيلعبوا بها، جايبينها في بيبيعوها في السعودية وفي مصر وفي أماكن كتيرة بسبب البرنامج اللي عمله، ممكن واحد ياباني بيعبر عن عقيدة يابانية أو عقيدة وثنية وانتشرت في البلد الإسلامي وبدأ الأولاد يلتزموا بها ويعبروا عليها. تقوم فكرة البرنامج، هناك حيوانات يطلق عليها اسم بيكومون وهي في تطور مستمر، فتجد البيكومون يتطور وحده ويصبح شكلا آخر، ويتحد بيكومون مع بيكومون تاني فيكون كائن تالت، أخبرك إزاي، ويحصل في اتحاد بيكومون وكومون مش عارف إيه لغاية ما يحط في ذهن العيل إمكانية اتحاد الأشياء والحلول، الفكرة الوثنية اللي جاية لنا أصلا من الصين وجاية لنا من البلاد الشرقية الوثنية، فكرة الداروينية وفكرة الحلول والاتحاد تبس داخل أذهان أطفالنا. أيضا اشتمالها على كثير من الأخطاء الاعتقادية، أفلام الكرتونية فيها هذه المصايب والطامات الكبرى اللي بيعتاد عليها الطفل ويعتقد صحتها، زي مثلا برنامج اللي بتاع كابتن ماجد.
كابتن ماجد ده لاعب كوره واشتهر هذا البرنامج، واظن هو ياباني البرنامج ده. فعقيده اليابانيين في السجود والانحناء للاخرين دي بيقوم بها الكابتن ماجد، والعيال الصغير بيتعلم منه ان هو ايه يحيي. انا عارف بعض ممكن الاولاد الصغيرين قاعدين بيتابعوا كابتن ماجد وسامعين كابتن ماجد في المسجد، فيعني مستغربين، اه يا ابني والله جايب مصايب سودة كابتن ماجد واللي ورا كابتن ماجد. الانحناء لبعض البعض بشكل اشبه ما يكون بالركوع للصلاه كتعبير للمحبه والصفاء. وبرنامج النمر المقنع احيانا يطلب المصارع من تدريب احدهم على شيء ما، بعد كده ينحني له زي الساجد بالظبط ويقول له مثلا: انا اعتمد عليك، هذا بفضلك يا بكمون العزيز، هذا بفضل ماجد وياسين، وغير ذلك من العبارات اللي بيحفظها الاطفال على غير وعي. فالفضل لله قبل كل شيء، لا ينسب الفضل للشخص الا على سبيل الجزاء فقط. ومن ذلك ايضا الاشاره لبعض تعاليم الديانات الاخرى، فتجد فتاه تطلب مثلا الانضمام للكنيسه، هو الراجل عملها عشان يعبر عن الكنيسه، بتتصدر عندنا تذيع عليه. تعلم العادات الوثنيه المختلفه، او الراهب ومعاه الصليب، او اظهار الصليب في غير تلك المواطن، كان يظهر الرجل قوي وشجاع وبعدين يخرج من داخل ثيابه الصليب ويقبله وبعد كده يبدا المعركه. او واحد زي ما بتشوفوا مثلا ان حتى في الفضائيات الرياضيه زي ما هنتكلم دلوقتي، ان واحد الاول ايه يعمل تسليسه الصليب الاول، يسلس على نفسه قبل ان يعني يبدا الماتش، او لما يجيب جون او شيء من هذا القبيل. عقائد وثنيه بتبث من خلال هذه الفضائيات، يقول لك عادي امر طبيعي. فلما الفضائيات الكرتونيه يكون فيها مثل هذه الاشياء بتكون مشكله كبيره جدا. ما عندكوش شاي ولا عندكم ميه؟ ايه يا عم الحاج؟ يعني الغد كده صعب الحكايه، شويه ميه الله يكرمك. ومن ذلك ايضا قضيه السحر في الافلام الكرتونيه كثيره جدا جدا، والغريب انهم يصورون السحر على انه حكمه وحسب المقصد من استعمال. ممكن يكون السحر عندهم عباره عن شر، ممكن يبقى خير جدا جدا، وان تعلم السحر ده شيء كويس، وان السحر عنده خوارق واشياء من هذا القبيل، ونحن نعلم انها كلها احوال شيطانيه. ويعني كثير من هذه الاشياء تصور فيها امراه ساحره طيبه تساعد سندريلا على حضور حفله الملك كما يحدث في الافلام الكرتونيه والاستمتاع بالرقص وغير ذلك. العيال الصغير لما يتفرج على هذه المناظر طبعا هيألفها وتبقى عاده عنده، وتيجي تحشها منه تقول له ده غلط والاسلام بيقول كذا وكذا، يقول لك ايه انت ربيته اصلا على سندريلا واللي جابه سندريلا، فانت متخيل ايه؟ ايضا تشويه صوره المتدينين سواء قصدوا او لم يقصدوا، ويظهر هذا جليا في برنامج بيبياي. برنامج بيبياي ده يصور رجلين، احدهما طيب وخلوق والاخر شرير. الشرير رجل ملتحي شبه الملتزمين، هو ده الشرير، واللي بيشرب الخمره وفسدان ورقاص وحالته حاله ده راجل طيب. فطبعا الراجل اللي هو له لحيه بيلاحق النساء وبيفجر في كل مكان، او بمعنى اخر ارهابي. فايه السبب في ان الافلام الكرتونيه يصور فيها مثل هذه الامور بهذا الشكل؟ الشخص هنا يبقى كويس وهنا يبقى وحش، مشكله كبيره جدا جدا. ايضا نشر التبرج والتفسخ وتنبيه الطفل الى بعض الامور المخله بالاخلاق، ودي كثيره جدا جدا، لان اغلب هذه الفضائيات الكرتونيه او الافلام الكرتونيه اللي بتذاع فيها بتشوف فيها البنات عاريه الساقين، كاشفه الصدر او شبه عاريه، حتى القط والفار بيصوروه على تصوير جنسي فاضح. شوف بقى اللي هو توم وجيري والقط جايب قطه ومش عارف ايه، وكانها واحده ماشيه بتترقص قدامه وبتاع، يعني شوفوا حتى الافساد وصل لغايه فين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايه، والغريب انهم عايزين يفسدوا اولادنا احنا الاول في المقام الاول. افخاذ عاريه وغزل بين الجنسين وتعبير عن المحبه في جو رومانسي او ما شابه ذلك، كل ذلك يحدث في الفضائيات الكرتونيه. وان البنت بتغازل الولد وبتسعى وراءه عشان ما حدش ياخد الولد من البنات التانيه،
يعني ثقافة فاسدة تبث إلى بيوتنا وإلى أولادنا من خلال هذه الأفلام الكرتونية. نشر الرعب والخوف، بل يتجاوز الأمر إلى فتح آفاق كبيرة للطفل في عالم الجريمة. يعني بيذكر أن والد طفل أراد الذهاب لأمر ما وترك ابنهما في البيت لوحده، فالواد زعل إزاي أبوه وأمه يخرجوا يسيبوه في البيت. عمل إيه الولد؟ قعد يفكر، فلقى في فيلم كرتوني الولد بيقطع سلك الفرامل بتاع العربية في فيلم الكرتون، فراح قطع سلك الفرامل بتاع العربية لأبوه. تخيل بقى، فالأب جاي يشوف لقوا إن العربية ما فيش فيها فرامل. السبب في كده الولد إن زعل من أبوه عشان خرج وسابه في البيت، فقام قطع لي سلك الفرامل. جبت الفكرة المهببة دي منين؟ قال لك ديت منين؟ من الفيلم اللي كنت بتفرج عنه من شوية. والغريب يا اخوانا ان افلام الكرتون مش بتاثر في الاطفال بس، لا، وفي الكبار قبل الاطفال، وفي الحريم قبل الاطفال، يقعد يتفرج على فيلم الكرتون مبسوطين قوي. واغلب افلام الكرتون تنقل بحذافيرها من القنوات الاجنبيه دون اقتصاص. والافلام الاجنبيه بتيجي مترجمه او مدبلجه او ما شابه ذلك، لكن هي في الغالب تؤثر في فكره وتجعله يعتقد أن هناك إباحية في المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه بسبب أنها صدرت إلينا من مجتمع إباح. فالطفل يصدق ما يشاهده مهما كان خاليا ويتأثر به حتما. طيب، ننتقل الآن إلى نوع آخر من القنوات الفضائية الموجهة إلى البلاد الإسلامية، وهي تحمل غزوا شديدا وفتاكا لدرجة إن هذا الغزو غير المعايير والقيم عند شباب الجيل، الشباب اللي احنا عايشين معاه دلوقتي للأسف. يعني قنوات الرياضية وما تحمله من غزو فكري مدمر لقيم الإسلام. الرياضة المقدسة الآن اللي بيصرف عليها ملايين من فلوس الشعب، وحتى في الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة كم ضيعت أموال للشعب المصري المسلم وغير المسلم بسبب هذه الفضائيات الرياضية. قنوات الرياضية خصصت لتبث على مدار اليوم والليلة المباريات الرياضية للرجال والنساء بلا حياء، كرة القدم، كرة السلة، مسابقات السيارات، الدراجات، مصارعة التيران، أخي بالك إزاي؟ المصارعة الحرة اللي بيسموها، يعني فعلا هي يصدق عليها كده، من بني الإنسان، مصارعة الحيوان. أصبحت هذه الفضائيات منفذا للغزو الفكري المسلط على المجتمع الإسلامي بأسره. زي إيه؟ أنا حاولت أجمع اللي موجود، وأنتوا أكيد طبعا في قنوات تانية أنا ما بحثتهاش أو ما دورتش عليهم. أبرز القنوات اللي بتغزو العالم العربي المجتمع الإسلامي قناة اي ار تي الرياضية، على اعتبار أن قناة اي ار تي اللي بيعرف يتفرج عليها مشفرة بيفك شفرتها أو بيطلع على القهوة يتفرج على الاي ار تي الرياضية، والنيل للرياضة، وقناة ام يو تي في، قناة معرفش ام تي انا ما شفتهاش بس دي من دراسة رياضية، قناة ابو ظبي الرياضية دي طبعا من شاف شو تايم سبورتس، وقناة اكستريم سبورتس، ويورو سبورت نيوز، وقناة دبي الرياضية، وقناة اوربت الرياضية، ومجموعة قنوات الجزيرة الرياضية العملاقة اللي بتنفرد ببس ايه كأس العالم، وقناة مودرن سبورت، وقناة الاهلي المصري. الزمالك عمل قناة ولا لسه؟ لسه. والأهلي المصري والأهلي السعودي، الهلال السعودي، ما السعودية برضه عاملة قناة، بالك إزاي؟ بيني وبينك جايلنا من السعودية حاجات كتير قوي ما تعرفش. فلوس السعودية ليه راح على القنوات الفسدانة دي؟ ربنا يعافينا. كمية
القنوات اللي جايه من السعوديه الوحيده، هنقول من السعوديه مش بتبث من السعوديه، لا، يقوم على تدشينها وبثها في الفضائيات باموال سعوديه، والمقصود باموال سعوديه مش حكومه سعوديه، لا، افراد في السعوديه يحملون الجنسيه السعوديه، سواء كانوا امراء او كانوا مشايخ، لان لفظ المشايخ احيانا مطلق على الناس اللي هم معاهم فلوس كتير، يعني معاهم فلوس كتير يسموه نفس السعوديه الشيخ، خد بالك ازاي؟ مش الشيخ بتاع دين، لا، الشيخ بتاع فلوس، هو كده هناك، ولا كنت هتقابل الشيخ بعد شويه، فالشيخ ده يعني مش معناه ان واحد يقول قال الله الرسول، لا، معاه مليارات، فطبعا الحساب معاه بيبقى نظام تاني. اكثر من حوالي 300 قناه، عند الاحصاء قرابه 300 قناه، كلها اما امراء او رجال اعمال من السعوديه. ليه؟ قنوات اسفاف وقنوات رذيله وفسق وفجور وانحلال، وما يهموش، اهم حاجه يكسب وخلاص، ضاعت الاخلاق وضاعت القيم. فلما تقولي نادي من الانديه زي نادي الهلال السعودي او نادي الاهلي المصري، 24 ساعه قاعدين بيبصوا في القنوات ويقول لك لا ده دي حقوق وبتاع، ليه؟ لان شايفين بشر وامثالهم من البقر قاعدين قدام القناه، الماتش ما يشوفوش، يعني ما يفوتوش، ولو فاتوا الماتش مباشر يا تبقى كارثه، فيشوفوا في التسجيل مشكله. قناه الهلال السعودي وغيرها من القنوات اللي بتسير في نفس فلك القنوات السابقه لنقل الاحداث الرياضيه العربيه والعالميه. كم كبير من الفضائيات الرياضيه تغزو المسلمين في القرن ال21. هذا فضلا عن برامج الرياضيه في الفضائيات المختلطه والانحلاليه. يعني مش بس قناه رياضيه 24 ساعه، لا، ده في برامج خاصه بالرياضه في جميع القنوات. وبعد نشرات الاخبار كانها شيء مقدس يعني. تستحوذ على اكبر عدد من ساعات البث. لو كان هذا الجهد بيبذل لخدمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتعريف الناس بالمنهج الصحيح ودعوة الناس إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مش كان الأمة بقى حالها غير الحال؟ كان زمان ما يكون في سباق ولا حاجة بيبقى سباق في ركوب الخيل، في الإبل، فنون التدريب والعمل، في القتال والمبارزة، كل ذلك من مناحي الخير، لأن ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقوم أو أولاد يعقوب إخوة يوسف عليه السلام قالوا يا أبانا إننا ذهبنا إيه؟ نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا. والإمام البخاري روى من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع، مسافة طويلة شوية في الخيل المضمرة اللي هي معدة للقتال. ها؟ الحفياء، من الحفياء اسم مكان في المدينة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. ابن حجر بيقول وفي الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث. واحد يقول لك أهو بعدين تنكروا على الرياضة ليه؟ الكلام ده الناس تسابق، إنما في 12 قاعدين بيلعبوا كورة في قلب الملعب من كل فريق، وأكثر من حوالي 20 مليون متعطلين قاعدين على الكراسي، ربما الشخص يعني ينحصر البول في مثانته ولا يقوم من مكانه حتى ينتهي الماتش. مش ده اللي بيحصل؟ هي دي الرياضه اللي بيتكلموا عنها؟ الرياضه اللي 20 مليون ينزلوا يلعبوا الرياضه. خد بالك ازاي؟ مش يقعدوا يتفرجوا؟ ما احنا مش عايزين نضحك على بعض، ده وصل الامر يا اخوانا. انا اذكر مره من المرات الشيخ خالد الجندي مطلع فتوى غريبه شويه. هو ليا معرفه بيه وسجلنا معاه في اكثر من قناه. فالشيخ خالد بيفتي فتوى وهي ان اللعيبه اللي بيلعبوا كوره في المباريات المحليه
يجوز لهم الفطر في رمضان في نهار رمضان عشان ما يأثرش على إيه؟ صحة اللاعب وقوته بحيث يجيب جول. فأنا صراحة بعد ما خلص البرنامج اتصلت عليه مباشرة ورد علي، قلت له الفتوى دي يا شيخ خالد على أي أساس أنت بتفتي بكده؟ هو في بلده عشان بيلعب كرة؟ قال أصل لعب الكرة دلوقتي أصبح عمليا مش زي زمان، الشرع بتغير والأمور بتتغير. قلت له الشرع ما اتغيرش، إيه اللي بتغير فيها؟ قال لي طب وعلى أي فأنا عايز أعرف مستندك إيه؟ قال لي قياسا على الضروريات عند الخبازين فيجوز أن يفطر علشان يأكل الناس في رمضان لأن ما يقدرش يتحمل الحر بتاع الإيه؟ الفرن. قلت طب وإيه وجه القياس فيه؟ قال لي إن في 20 مليون بيتابعوا الماتش والناس دي عايزة الراجل يغلب وهتتعطل مصالحهم، والفتوى طالعة من لجنة الفتوى في الأزهر بسبب فتوى الشيخ خالد الجن أيام زمان بقى، أيام المفتي وفتاويه الروعة دي اللي بيجيبها منين ما تعرفش. قلت له يا راجل اتقي الله، وزعل مني الشيخ خالد عشان بقول له اتقي الله تتحمل مسؤولية الفتوى دي بقى، الكورة اللي معطلة الناس في الشوارع والشوارع خالية سواء كان في الجيش أو غير الجيش كله قاعد يتفرج على الماتش. يعني لو إسرائيل جت دخلت البلد هيقول أهلا وسهلا لما نخلص الماتش لما نفضالك بقى. ده كلام يا عم الشيخ خالد ولا زال لغاية النهاردة، يعني أنا عقبت عليه من سنة ونص أو سنتين لغاية النهاردة ما عادش في اتصالات بعد ما كان كل حاجة اتصل يا شيخنا كذا ويا شيخنا كذا. أخي بالك إزاي ما عادش شيخنا بقى، ولا قناة أزهري تستضيف الدكتور محمود ولا حاجة. ليه؟ إزاي تنكر؟ شفتوا بقى إزاي؟ دي مشكلة كبيرة جدا في الفضائيات وفتنة الفضائيات. لسه ما نيجي للفضائيات الإسلامية ربنا ييسر. وروى البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. يعني الرسول كان له ناقة دايما بيسبق الناس كلها، وكان الناس كلها بتتبسط أن يكون في المقدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، يعني الأعرابي له ناقة سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فشق على المسلمين حتى عرفه، فقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. مشروعية المسابقة وحديث عائشة أيضا. أبو تيمية بيقول إذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمتسابقين أو المسابقين بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزا باتفاق الأمة، ما فيش إشكال ولا حاجة. لكن مسألة إن الكورة تتحول إلى خلل في المعايير وخصومات بين الناس، وده أهلي وده زمالك والبلد ديت اختلفت مع البلد دي زي ما حصل بين مصر والجزائر ومصر وتونس وتاني ما ومصر والسودان، وعلاقات كثيرة جدا قطعت، وطبعا دي كلها حروب مفتعلة وأشياء تافهة تؤدي إلى الخلل بثوابت الأمة الإسلامية من خلال مثل هذه القنوات الفضائية. هي في الحقيقة دلوقتي الرياضة يمكن القول، وهذا الكلام كلام حقيقي فعلا مش مبالغة، كرة القدم الآن طاغوت من طواغيت العصر يعبد من دون الله، وجهت إليه الملايين ومقدرات الأمة وتغيرت من أجل المفاهيم وأخضعت قلوب المشاهدين لدرجة إن ممكن الشخص تديله سكتة قلبية وبتفرج على الماتش. فقدموا مشاهدة التلفزيون في موضوع القنوات الفضائية الرياضية، قدموا مشاهدة البرامج على الصلوات في وقتها وربما ضيعوا الصلاة بتاع اليوم كله، واستحلوا كشف الفتيات لعوراتها طالما أنها بتسابق في الدورات الأولمبية في السباحة والبالي والأشياء القذرة دي، وتسعى للميدالية الذهبية فهي ترفع العلم الوطني في بسبب أن هي طلعت السباحة العالمية وشماز القبيل، بغض النظر بقى عن كون عورتها مكشوفة للأجانب وكله عادي، ده حاجة عادية تتكلم فيها يا شيخ، الدين ملوش مجال هنا، ملوش مكان ولا له مجال هنا.
طالما هترفع علم بلدها في المحافل الدولية يبقى خلاص دي محترفة ولعيبة ولها ميزانية من الدولة وكسيبة وأشياء كثيرة جدا جدا جدا. وغير كده واحد يقول لك بتشتغل ايه؟ يقول لك انا معلق رياضي. معلق رياضي، والتاني محرر رياضي، والتالت مذيع رياضي فضائي، والرابع دكتوراه في التحليل الكروي. دكتوراه في التحليل الكروي ما بهزرش، احنا نفسنا بتقطع في ايه؟ في ان احنا ندرس ماجستير ودكتوراه في العلم ولا حد ياخد باله من الناس دي خالص. آلاف من الدكاترة سواء من الأزهر أو من غيرهم ولا حد يعمل له أي اعتبار. إنما سعي ياخد دكتوراه في الرأس أو في التحليل الكروي يا يبقى مقدم برامج وواحد مقدم وشخص وطني. والمستهدفون جالسون يحصرون البول في مثانتهم. ليه؟ لأن ممكن يجي هدف ما شافوش، والتاني دكانه مغلق وتجارته معطلة، وآخر يجمع الصلاة على الصلاة، وثالث يتنبأ للفضائيات بنتيجة المباراة عن طريق الأخطبوط. الأخطبوط اللي أسباني ولا إيه ده؟ كان أسباني ولا أسباني؟ الأخطبوط تنبأ لهم لغاية ما أسبانيا جابت كأس العالم وعملوا له تمثال والأخطبوط خد من الشهرة الإعلامية أكتر ما ياخده أي واحد درس في حياته. العالم كله كان بيتكلم على الأخطبوط. يعني الدعاء إلى الله ما حصلوا درجة الإخطبوط عند المسلمين وعند غيرهم. وضروب من السحر. ألعاب كرة القدم من حيث هي مباريات أو منافسات فريقان يشتركان فيها. أنا طبعا مش هوصف لكم يعني إيه كرة القدم، ده حاجة معلومة مش محتاج أن أقول لكم فيه كم واحد. أنا نفسي مش عارف التفاصيل، هو الفريق فيه قد إيه؟ الفريق اللي بيلعب في 11 جوه الملعب، لكن العدد الكلي للفريق اللي هو الرسمي كم؟ 25؟ 25 22 فيها قولات. اللي هذه اللعبة المسمى بكرة القدم أقيمت قبل 3000 سنة قبل الميلاد أو 5000 سنة قبل الميلاد. كان الصين بيلعبوها بكرات محشوة بالشعر ومارسها الرومان، وبعد كده بدأت تنتقل عن طريق روما إلى بلاد الإنجليز فصحرت الشعب الإنجليزي. وفي أواخر القرن الثاني عشر الميلادي كانت مباراة كرة القدم تجرى يوم الثلاثاء المقدس عندهم، وبعد عدة أعوام أصبح يوم الثلاثاء ده مهرجان لكرة القدم في إنجلترا، وتعطلت فيها الدوائر الحكومية إلى أن قام عمدة لندن بمسابقات رسمية بدايتها أن يركل الكرة برجله، يبقى خلاص بدأت الدورات الأولمبية اللي بيتكلموا عنها. الغريب في الأمر أن اليوم اللي احنا عايشين فيه أكثر من 120 دولة في الاتحاد العالمي لكرة القدم اللي اسمه ايه؟ فيفا. وانشأوا الدورات الاولمبيه او الدورات اللي هي الكرويه اللي بيسموها كاس العالم سنه 1930 في الاوروغواي، وبعد كده كل اربع سنين بقى يعني بتتحدد هذه الدوره المسماه بكاس العالم. لكن شوفوا بقى أصبح إن بلد يقول لك تنال شرف استضافة كأس العالم. المهرجين والفسدة والخمرجية وكل الانحلالية اللي في العالم هتستضيفها قطر سنة 2000 وكام؟ 2010 ولا 2022 انعشت قطر لغاية السنة دي أو عاش حد من الناس يعني. ما حدش عارف ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبدل الاحوال. خد بالك ما هم كانوا بيقولوا احنا عايزين رئيس مصر يحضر افتتاح الدورات، هل كانوا بيقلسوا ولا كان ايه وضعهم بالظبط ما تعرفش. لكن ايا كان قطر هتنظم كاس العالم في 2022. فقالوا ده شرف للاستضافه. استضافه ايه؟ كلام فاضي ايه اللي بيتكلموا عنه؟
وقطر حتتحول إلى قلعة مكيفة يكيفوا الشوارع ويكيفوا كل حاجة. عشان إيه؟ عشان الناس تروح تحج بيت الله عز وجل، علشان المليارات اللي حتنفق يساعدوا بها الغلابة اللي مش لاقيين أكل في الدول الإسلامية، عشان ينموا الطقس الحالة الاقتصادية اللي موجودة السيئة في البلاد العربية. يقول لك احنا هيجي لنا دخل أكتر منها، دخل إيه وبتاع إيه؟ كيف يتسلل الغزو الفكري المدمر من الفضائيات الرياضية؟ أولا الحاجات اللي احنا عايزين نركز عليها على أساس احنا منهجنا منهج بنسعى فيه إلى التقيد بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبثوابتنا. وأنا بنصح طلاب العلم في المحاضرة قبل الأخيرة، شوف ربما يفتن الشخص أو الداعي في دينه إما بسبب شهرته أو مكانته أو بسبب المال، لكن اللي أنا بقول لطلاب العلم اللي درسوا معانا في هذه المحاضرة قبل الأخيرة، إياك أن تحيد عن المنهج. والمنهج لأن السلفية مش طيار، لكن الطيار السلفي، طيار سلفي إيه؟ احنا راكبين بحر ومركب وماشيين في قلب طيار. الطيار مصطلح محتاج لإنذار نوجه من خلاله كل إخواننا سواء كانوا مشايخ طلاب العلم. منهج أهل السنة والجماعة هو التمسك بالكتاب والسنة والحجة والبرهان بفهم سلف الأمة ولو كنت وحدك. هتلاقي إن السلف الثاني من غير ما تتفق معاه يلتقي معك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يداهن ولا ينافق ولا يتنازل عن عقيدته عشان أتقرب لواحد صوفي. هو مش هيتنازل قيدا ملا عن دينه ولا عن طريقته ولا عن صوفيته، لكن هو طمعان في ان انت تتنازل له عن دينك وعن ثوابتك. افهم القضيه دي كويس. ولذلك بقول لك لا، نحن نموت على منهجنا، على كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، على العقيده الصحيحه الصافيه. اما ما سوى ذلك فلا يعنينا. لو الدنيا كلها جت في يدك على ان تخالف منهجك وعقيدتك التي تثبت فيها ما أثبته الله لنفسه صلى الله عليه وسلم وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، قل له لا، الكلام ده كله لا يساوي شيء. لازم أكون على المنهج الصحيح، ما يهمناش فلان يزعل فلان ما يزعلش، الأمة افترقت الأمة تجمعت، ربنا هيحاسب الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هيحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى فلان ده اهتدى على ايدك ولا ما اهتداش. لا، انت عليك تبين المنهج، تصف الطريق، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ايه من يشاء، وقال له وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. يبقى هدايه الصراط المستقيم هدايه بيان وارشاد، هدايه شرعيه، اما هدايه الكونيه فهي لله. عايز يهتدي خير وبركه، مش عايز هو حر، انما لا يعني ذلك ان انا داهن في دين الله عز وجل عشان شيخ مثلا يقول لك انا هحاول ادخل بيت العيله المقدسه. طب وبيت العيله المقدسه هينفعني بيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ان اجتمع الناس كلهم على باطل وانا مشيت معاهم. انا بقول الكلام ده في اخر المحاضرات اهي، ده منهجنا وطلبه العلم هتذكروا ذلك جيدا في الايام القادمه. اول شيء من سلبيات القنوات الفضائية الرياضية وقوع حب الكافر ومودته وتعظيمه وتبجيله في قلب المسلم، كسر الحاجز الديني بين المسلمين والكفار اللي هو الحاجز المعياري الولاء والبراء. فترى هذه الفضائيات في سياستها الكروية ترمي إلى ألا يبقى في قلوب المسلمين بغض الكفار، أو إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بموالاة المؤمنين وعدم موالاة الكافرين، القضية تتميع في نفوسهم تحت مسمى تشجيع البطل الخارق. تلاقي واحد
شايل صورة مارادونا. مارادونا زمان الكلام ده، إلى أيام دي مين؟ ميسي. اسمه إيه؟ ميسي. الآن هو والله مفكر بتاع مش راجل يعني، مفكر حاجة تانية. اسمه إيه؟ ميسي ده راجل ولا مرة ولا راجل بتاع كورة مش كده برضو؟ أي فشايل صورته معلقة على الحيط ميسي ده، فعمل شعره ازاي ما تعرفش الله أعلم، معلقة في 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 بيته. يغضب لو واحد اتكلم عن ميسي ولا غير ميسي ليه أو طعن فيه، ويسعى جاهدا في الوصول إليه لمصافحته وأخذ قميصه أو توقيعه. لقد أنت واخد توقيع كرة موقعة بعد الماتش يقول لك إيه وقع لي على الكرة. طب وبعدين ها حطوز أكثر مثلا لو وقع عليها خبرك إزاي. وغير كده ممكن يكون مدرب كافر نجس أخي بالك إزاي، بيدرب فريق مسلم، فيجي واحد موحد بالله يشتال الرجل الكافر ده فوق دماغه ويمشيه في قلب الملعب فرحان أخي بالك إزاي. شوف بقى إيه يا جماعة اللي بيحصل بالظبط. يقول لك يا عمي دي كورة، إيه يا دكتور إيش فهمك أنت في الكورة، مالك أنت ومال الكورة، إحنا في العصر الحاضر. غير كده إشغال المسلمين عن قضايا أمتهم وإبعادهم عن التفكير في الاستعداد لأعدائهم. ليه؟ لأن هم الشباب الآن منصب على الاهتمام بالكورة ولعب الكورة. أقول لك اسمع يا عم الحاج، أنت هتقعد توجع دماغي ليه وتقول لي اتعلم وما اتعلم وخليك دكتور، دكتور جبت إيه؟ أنا لو لعبت في الشارع وبقيت حريف هتباع بمليون. ها؟ أنت لو اتقطع نفسك في العلم مش هتجيب بس اكل عيش لنا ولعيالنا، فسيبنا يا عم خلينا نشوف شغلنا. فالواد طول النهار بيلعب محدش حساب عليه. شغلانته ايه؟ يقول لك يا عم انا عايز واد مخه كوره. مخه كوره؟ مخه كوره، هو ده اللي بيجيب فلوس. طيب بقى خلينا نصدر عيالنا يتباعوا هناك في الغرب عشان مخهم يبقى ايه؟ كوره. الغريب في الامر يا اخي ان مخ الاسرائيليين غبي جدا في الكوره. شفتوش حريف اسرائيلي؟ شفتوش فريق اسرائيلي بينافس في المباريات الدوليه؟ ابدا. اشمعنى اقول لك اللاعب الفلاني في 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 مانشستر، مانشستر ده في امريكا ولا في اسبانيا ولا فين؟ مانشستر ده تابع ايه؟ ايطاليا؟ الانطره؟ في مانشستر. ايه قبضنا، هو رايح خد مليون. وبعد كده الواد بيفتن نفسه يقول لك انا صاحب قيمه، فهو لا مؤدب ولا غيره، وممكن يعمل حركات كلها تخدش الحياء على شاشه التلفاز. ايه اللي بتعمله ده؟ ده لعيب. لعيب. فالحس الاسلامي بيروح مع مثل هذه النزعات والعصبيات الكرويه، في حين ان المسلمين بيقتلوا في كل مكان ولا في اي احساس عنه، بل يبقى هو اهم حاجه عنده الماتش اللي حصل في الامه ايه ولا يهمه الكلام ده. ايضا صرف همم المسلمين عن الاشتغال بمقاصد الشرع ومعالي الامور التي تنفعهم في الدنيا والاخره. يستخدمها الاعداء المباريات ديت فضائيات للقضاء على الهمم وإماتتها وتحقيرها في نفوس المسلمين. وطبعا اللي ورا الكلام ده انتوا عارفين اليهود، زي ما ورد في بروتوكولات حكماء صهيون في البروتوكول اللي هو 13 بيقول: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد منها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكاهية وضروب أشكال الرياضة واللهو، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. وطبعا ده الكلام ده كله بيتنفذ الآن بحذافيره. أيضا من سلبيات القنوات الرياضية تمييع المصطلحات وانعكاس المعايير، انعكاس الثوابت الإسلامية. وده اللي نجح فيه الغرب ونجح فيه أذناب الغرب في البلاد الإسلامية.
ونجح فيه الحكام الفسدة برضه من أتباع الغرب، فسموا الأشياء بغير اسمها. فالأشياء الشنيعة الوضيعة المنفرة يسمونها أسماء مقبولة وجميلة، ويسمون الباطل بالأسماء الجميلة المرغوب. اللاعب اللي كرس حياته اللعب واللهو وفساد الغاية والعقل سموه بطل، نجم النجوم، صانع التاريخ، محقق الأمجاد. أمجاد إيه؟ يقول لك يا رافع راسنا، ليه؟ جاب جول. شفت بقى الراجل عمل إيه؟ جاب جول. والنصر لمصر عشان إيه؟ عشان جاب جول. شفت بقى إزاي؟ الجول ده بقى يعني هو ده الحرب مع الأعداء، إنك تجيب جول. تجيب جون يبقى انت بطل ونجم، والصحافه والاعلام واوراق ملهاش عدد على صفحات الجرايد تخصص للنجم. قال لا بقى وعايف في الشارع، يقول لك والله يا اخي يعني النجوميه دي بتيجي بلعب الكوره، هات يا جدع كوره ونلعب في الشارع لغايه ما نشوف حكايه النجوميه دي توصلها ازاي. ايه اللي حصل؟ جاب جون، مصر غلبت، يا سلام، او البلد الفلاني غلبت. طبعا معروف إن دي لا بطولة ولا نجومية ولا شيء من هذا القبيل. الأولاد الصغار اللي قاعدين عاملين دوشة، الأخوات يحشوهم لعود يقعهم وما يوجعوش دماغنا كمان، الله يكرمكم. تقديم القدوة السيئة الدنيئة للطفل والشاب المسلم من خلال هذه الأمور. لما يشوف إن ده نجم وأسد وبطل وقاعدين ينفخوا فيه، الولد ما يجيلوش نفس يذاكر. صحيح، طب احنا هنذاكر عشان ايه؟ ما نروح بقى من دلوقتي نشوف شغلانه تانية. الصد عن ذكر الله وعن أداء الواجبات الشرعية، لأن كثير من المتابعين لهذه الفضائيات الرياضية يعني لا يتابعوا الواجبات الشرعية في أداء العبادات أو ما شابه ذلك. واحنا طبعا بنشوف لما يكون في ماتش مهم، يعني مثلا يقول لك مصر هتلعب مع معرفش مين في الكاس العالم ولا مش عارف ايه، كل الناس بيبقوا حاجزين الملعب من الصبح، خد بالك ازاي؟ لا بيعرفوا يصلوا ولا يؤدوا الفروض، والجمعه بتروح، خد بالك ازاي؟ اما تلاقي مثلا 100,000 واحد قاعدين كده، ما شاء الله، فين الصبر؟ هنا بقى لا مفتح يقول لهم اتقوا الله، ولا شيخ ازهر يقول لهم اللي بتعملوه ده غلط، الناس لازم تصلي الصلاة في وقتها، لا، هنا نسكت. إنما ساعة ما يشوفوا أخت ملتزمة ولا حاجة، لا لا لا، متشدد داخل عيد نقاب، ده إرهاب، ده عادة مش عبادة. شفتم اللي يبقى بالشكل ده ويبقى ده وضعه هيخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هينفع الأمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. استعباد النفس والسيطرة على المشاعر، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن كرة القدم وغيرها تؤثر على نفسية اللاعب والمتفرج على حد سواء. دي من سلبياتها كبيرة جدا جدا، إن الشخص ممكن تحصل له أزمة قلبية، الشكل مع مراته عشان هي أهلاوية وهو زملكاوي، خبرك إزاي؟ ممكن يموت بسكتة قلبية في الملعب عشان ما جابش الجون وبلده خسرت، وراجع كل الصحافة هتتكلم عليه، وياما ناس ماتوا بالطريقه دي. جريده الاخبار المصريه نشرت عن واحد رئيس مجلس اداره شركه النصر لمنتجات الكاوتشوك، ماله؟ مات بالسكته القلبيه. ليه؟ لان الاتحاد سجل جون فين؟ في الاهلي، هو اهلاوي، فحصل تعادل، فالاهلي طبعا كان بيتمنى ان هو يفوز، ما فش الراجل يعني لما الاهلي جاب جون الاول ايه قعد يعني فرحان وطير من الفرح، ويحضن بنته ويحضن ابنه كان خلاص يعني الحمد لله انتصر الاسلام واهله في هذه المعركه. يتابع المباراه بحماس، استمر على ذلك لغايه ما الاتحاد سجل جون التعادل مع مين؟ مع الاهلي. والمباراه قاعد بيستنى ثواني ان الاهلي يجيب جون، ها هيغلب اهو، قام مصفر الحكم، صفر الحكم، الراجل راح نام وانسحب من قدام التلفزيون
ودخل الغرفة عشان ينام ما قامش تاني. مراته دخلت تصحي فيه وجدته قد فارق الحياة ويده على قلبه. مات شهيد. يقول لك شهيد الكرة، خلي بالك، ما هو كل حاجة دلوقتي شهيد. الشهداء خلاص، شهيد الوطن، والنصراني يبقى شهيد برضه. يا أخي المشكلة يعني ما كل حاجة بقت شهادة دلوقتي. الشهادة ما عادش لها معايير للأسف. شهادات غريبة وعجيبة في هذه الأيام. تفضل. من سلبيات القنوات الرياضية وأثر الغزو الفكري على الأمة الإسلامية الذي يتسلل من خلال هذه القنوات إفساد العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية. لأن القنوات دي دخلت على بيوتنا من غير استئذان، وبعثت فيها الإفساد وزرع الشقاق والخلاف. فكم من طلاق وقع كان سببه هذه المباريات، ودي كتير حصلت في السعودية. تجد الزوج يتعصب لفريق معين، إذا انهزم فريقه صب جام غضبه على زوجته، وربما ضربها من فرط الغضب. وبين الإخوة يحصل مشاجرات كثيرة جدا جدا، وده طبعا اللي بيطمع إليه أعداء الأمة. الوقوع في السب والشتم وسب الدين وسب الوالدين بسبب هذه الرياضة. شفتوا لما فريق يلعب الكورة كده، احضر انت اي ماتش من الماتشات، شوف مقدار السب، يا ابن كذا ويا ابن كذا ضيعت الكورة، انت ليه ما بسطليش الكورة وجبتها لي هنا، انت بتفهمش، ويقعد يشتموا في بعض. ما فيش ماتش يطلع الا لما يحصل فيه مجزرة، ونادر لما تلاقي في حد نزل يمرن نفسه او يلعب علشان نيته تكون صافية ويحسن الوضع الصحي البدني. هم بيزعموا ان الرياضيات بتسمو بالاخلاق والحضارة وتمتين العلاقات وتعميق المشاعر والتآلف وإقامة الجسور والتواصل بين الناس. يقول لك الرياضة بقى وبتاع، وخلي بالك اخوانا، ما انتوا شايفين حاجة؟ ان احكام الحكم اللي بيحكم في المباراة لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، مش كده برضه؟ شفتوا حكم في في في, في بتاع، وقال ده اسمه أوفسايد، وحد اعترض عليه؟ أحكام ربنا لا تنفذ كما تنفذ أحكام اللي بيحكم المباراة. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ مش غريبة الحكاية دي؟ ولا خلاص ما فيش اعتراض على كلام الحكم، لكن في مليون اعتراض على رب العالمين من قبل المعلقين والفاسدين، معلقين الرياضة. يقول لك غلطان ازاي تعترض على الحكم؟ الاعتراض على الحكم خطيئة واسم، ويعاقب عليه الفيفا. فيفة ايه؟ الفيفا هيديله جزاء وعقاب، لكن هو لو ما نفذش احكام ربنا دي حرية شخصية. ايه يا اخوانا انتوا مالكوا كده؟ متشددين ومتعصبين. طب ما يا اخي خلي فيه برضه بحبوحة في الرياضة. الحكم يقول مثلا ما هيش جون، اخد بالك ازاي؟ نقوم نعترض ويحسبها جون مثلا يعني، اخد بالك ازاي؟ والمسألة مثلا ممكن مفتي يقول فيها قولان، مش كده برضه؟ يجوز او لا يجوز، ولازم ناخد بالآراء. يقول لك لا، كرة القدم ما فيش فيها هزار، لازم تنفذ، فيها التزام بأحكام الحكام. إنما أحكام الإسلام كلها فيها قولان، والفتوى بتعتمد على إيه؟ قال فلان وقال فلان وقال فلان، وبمزاجك يا عم خد اللي أنت عايزه، ونديك كمان قول من عندنا فوق البيع. طيب، غير كده تبذير الأموال وامتصاص الدخل القومي للبلاد، حيث تصرف الأموال الطائلة في نفقات تجهيز الملاعب ودعم النوادي وتأمين تكاليف إقامة المباريات وإصلاح الأضرار المادية التي تلحق المرافق العمومية وتجهيزات الدولة من جراء يعني تعبير الجماهير عن سخطها وعدم ارتياحها
بسبب لعب أي كلام أو حكم ما حكمش على حسب هواهم أو ما شابه ذلك. وما آخر مباراة منا ببعيد الجمهور نزل والزمالك باظ وتاني اللي حصل مش فعرف التفاصيل. أنا أعرف أن حصل الكارثة ودي من الثورة المضادة خلي بالك وحاجات كده غريبة. منظر البلد بقى وحش أخي بالك إزاي. والغريب في الأمر أن ربما تلاقي مثلا في زفت على سبيل المثال اللي احنا فيها فيه 10,000 واحد عاطل عن العمل. 10,000 واحد يكفون كم عشان يشتغلوا؟ 5,000,000 مثلا. 5,000,000 يشغل الناس دي كلها وبتمام التمام. فيوم يستضيفوا لاعب ياخد 5,000,000 عشان يجي بس سيادته يشارك في نادي الهلال السعودي مثلا ويدوا له ال 5,000,000. ليه؟ يقول لك ميسي يا عم بقى. ميسي جاي يشارك فياخد 5,000,000 وشباب زفته محتاجين يشتغلوا. مشكله كبيره جدا جدا. وعندنا مدرب جاي بياخد كام؟ ملايين. مرتبه في الشهر مليون. مليون ليه؟ بيشتغل ايه ده؟ مليون دولار. واخد بالك ازاي؟ بيشتغل ايه المدرب ده؟ فيعني اذكر مره من المرات واحده من الاخوات من المسلمات اللي موجوده يعني في مصر اتصلت على اللي كان ماسك المدرب المنتخب بتاعنا مش عارف اسمه حسن شحاته ولا اسمه ايه؟ ولا ما تعرفش مين هو الخطيب ولا مش فاكر. فبتقول له يعني انا ابويا شارك في حرب اكتوبر والراجل ابتلي واصيب وبترت ساقه ومن يوم ما هو اصيب لغايه النهارده اكثر من 20 سنه ما اخدش ربع اللي انت بتاخده في شهر. ده يرضي ربنا؟ ما عرفش يرد عليها. فقال لها اصل يعني القضيه دي رب ده طبعا بطل من الابطال وجهده لا يقدر بمال وحاد عن الجواب عشان يقول لها الهبره اللي انا باخدها قد كده كل شهر يعني ده انا باخد اقل من المدربين الاجانب فانا بوفر للدخل القومي بتاع البلد. بقول لك اختلت المعايير. مدرب ياخد شهريا ما قيمته 25,000,000. ليه؟ ده بقول لك يعادل الراتب الشهري ال50 استاذ بالتعليم الجامعي على حساب ان الاستاذ في السعوديه بياخد له حوالي 20,000 ريال او 30,000 ريال في الشهر. يا الله. سلبيات لا تخفى على عاقل ذكرنا اغلبها وهي كافيه ان شاء الله ان احنا نعرف خطر هذا الفساد الذي يحدق بالبلاد والعباد تحت مسمى الرياضة. احنا طبعا مش ضد الرياضة بل الرياضة امر بها الاسلام لكن يستفاد منها على ان الشخص يتقوى في بدنه او في صحته ولا تهدر وقته ومش الناس كلها يبقوا قاعدين اسرى وعبيد. الكرة راحت فين؟ عينه على الكرة راحت فين وراحت فين وراحت فين؟ ويضيع الصلاة تلو الصلاة عشان ما تضيعش منه المباراة. أهذا يرضي الله عز وجل؟ طيب نيجي بقى للشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة وفتن كقطع الليل المظلم. الشبكات التلفزيونية المشفرة تتعامل مع أهواء المشاهدين كبحر بلا شطآن وكأس إدمان لكل ظمآن متاهة عميقة وهوة سحيقة لا مجال للخروج منها إلا بالغرق في هذا الطوفان. هم أعدوا للناس كل الألوان لأن القنوات دي شبكات تلفزيونية فضائية مشفرة. الشبكة المشفرة شركة بتبث مجموعة قنوات ما تعرفش تستقبلها إلا عن طريق استخدام نظام الكارت في الريسيفر. الشبكات دي طلعت من وقت مبكر شوية حتى قبل الفضائيات أول ما ظهرت الفضائيات. طبعا اللي هيشترك في قناة فضائية زي كده أو في شبكة من الشبكات المشفرة خلي بالك مش العامة اللي مش لاقيين ياكلوا أو اللي مرتبه على قده أو اللي يدوب يكفي أولاده. لا، اللي بيشترك في الكلام ده الطبقة
أصحاب الأموال اللي بيسموهم الطبقة الراقية، الطبقة المثقفة أو علية القوم أو الملأ على اصطلاح القرآن. ليه الاشتراك؟ ما ايه المشكلة يعني لما يدفع له 5000 جنيه في الشهر ولا في اللي قصده في السنة ولا حاجة؟ إذا كان هم النادي يعني واحد مثلا، أنت لما تعيش في مدينة نصر وفي المهندسين، ففي مشكلة عند الناس هناك هي إيه؟ إن الأولاد لما بيقعدوا مع بعض الشباب، ولكن أنت مشترك في أي نادي؟ نادي إيه؟ هو الاشتراك في النادي ده واجب ولا مستحب؟ يقول لك لا، أنت هتعرف تقعد مع زمايلك في المدرسة كده وهناك وأنت ما أنتش في نادي، العيال في نادي وأنت مش في نادي. طيب يا عم، طب والنادي ده يشتركوا له إزاي؟ قال آه، النادي ده تدفع له في السنة 60,000 جنيه على العيل. 60,000 جنيه عشان الواد يخش النادي. الحمد لله ان احنا هنا لا نادي ولا يحزنون. يعني اخ من الاخوه بيقول لي يا دكتور احنا عشنا في مدينه نصر وسكننا فيها فعانينا من مشكله كبيره جدا. بقول له هي ايه؟ قال لي انا عندي 3 عيال. الاولاد مش عارفين يعيشوا مع زمايلهم بسبب مشكله الاشتراك في النادي. قلت له النادي ايه؟ قال اوطى نادي عندنا لازم تدفع له في الشهر في السنه 30,000 جنيه. 30,000 جنيه عشان ايه؟ قال عشان يدخل النادي يلعب مع زمايله هناك في النادي، واللي ما يدفعش الاشتراك ما يدخلش. لا ما يدخلش، يلعب في الشارع. طب انا عندي 3 عيال، اجيب لهم ازاي 90,000 جنيه كل سنه للنوادي؟ وقلت كل المشتركين كده. قال الاف مؤلفه بيدفعوا لهم ملايين عشان النوادي دي، عشان برضه سياسه ايه الحاجات دي. فاللي زي دول او اللي معاهم فلوس كتير، الشبكات التلفزيونيه ديت عندهم شيء بسيط. اذا اللي هيتفرج على هذه الشبكات النوعيه المثقفه المتعلمه تعليم مادي الراقيه، اللي هم ممكن هيمسكوا ايه مناصب في البلد بعد كده، هؤلاء هم المستهدفون بمثل هذه الشبكات التلفزيونيه. يعني انتوا عندكم مثلا قناه القاهره اليوم، قناه القاهره اليوم ديت نسبه المشاهده بتاعتها عاليه بس بالاشتراك. بالاشتراك ممكن بيشوفها 10 مليون في وقت واحد، وكله دافع اشتراكات في العالم. احنا ما نعرفش نشوفها ليه؟ لان ما عندناش بتاع الريسيفر بتاعها، ولا هي مشفر ما نعرفش نجيبها، ولا حد بيتفرج عليها، هم استضافونا فيها. فانا بقول يعني الناس ما بتشوفش الكلام ده. فالشيخ خالد الجين ده قال لي انت طيب يا عم الشيخ، انت تعرف مين اللي بيشوف ديت ومين اللي بيتابعها؟ كل الناس اللي طبقتهم واخدين البلد باللي فيه. نسبة المشاهدة ما تقلش عن 10 مليون. قلت له يعني انت يعني الناس بتشوفنا بجد؟ يعني انا مفكر بقى ان الناس كلها، طب هيشوفوها ازاي الناس الغلابة؟ قال لا، هم بيشوفوها عن طريق النت او حاجة زي كده. المهم دي بقى القنوات دي بيقول لك انت عايز ايه بالظبط؟ اللي انت نفسك فيه هنعمله له. عايز قنوات للرياضة هنجيب لك قنوات الرياضة. محلية يبقى قناة محلية. خارجية نعمل لك قناة خارجية. هم عاملين كده. يعني ده مثلا الشبكات هقول لكم عليها وعلى اسمها، فيها كل شبكة فيها 25 قناة. ففي قناة للأطفال، وقناة للرياضة، وقناة للأفلام، أو 5 6 قنوات، أفلام عربي وأفلام إنجليزي وأفلام رعب وأفلام معرفش إيه، اللي هي دلوقتي بدأوا ينشروها الآن لعامة الناس لما أتت بالإفساد على شباب المثقفين أو على الشباب الناس اللي معاهم فلوس. قالوا خلاص نجيب كمان بقية الناس بالمجان بقى، بعد ما استهلكت عند الناس دي خلاص نفتح لهم قنوات فوكس، ام بي سي 2، قنوات مش عارف ايه بتاع موف تشانل مش عارف ايه، قنوات حطوا لهم الافلام اللي كانت بتضيع الشباب اصحاب الناس اولاد الناس اللي هم معاهم فلوس، خليها بقى لبقيه الناس الغلابه عشان نخلص على الناس دي خالص. القنوات دي بيقول لك ايه؟ عايز ايه؟ انحلال عندنا، راس وفساد عندنا، قنوات لعبده الشيطان عندنا، قنوات اباحيه عندنا، المهم ما تروحش بره. عايز قنوات اسلاميه عندنا برضه، نفتح لك قناه اقرا. اخد بالك ازاي؟ اقرا باسم ربك، باسم ربك الذي خلق. يعني عتيالك على كل انواع، هترضيك وتبسطك وتغذيك كل نفسك فيه هتدين. انتشرت هذه الفضائيات المشفره على نحو مفزع.
والطبقة التي تتعامل مع هذه الشبكات هم الطبقة أصحاب الذوات التي تتسم بالدخل العالي وتوفر الإمكانيات. وغالبا ما تستهدف مثل هذه الفئات، لأن الحصول على وحدة فك الشفرة الرقمية المدمجة مع صحن الاستقبال المناسب وإبرة استقبال البث الفضائي بالإضافة إلى بطاقة الاشتراك ليس في إمكانيات الجمهور من العامة. خذ بقى عندك أمثلة. عندنا أول شبكة ونعتبرها شبكة فاجرة، مجموعة قنوات أوربت العربية. ماذا تقول أوربت عن نفسها في موقعها على الإنترنت؟ تقول عن أفضل قنواتها القناة الأولى قناة الأفلام العربية التي تعرض مختلف أنواع الأفلام الحديثة والكلاسيكية وتغطي مهرجانات السينما العربية والعالمية. كانت أول قناة عربية تبث أفلاما عربية أجنبية مدبلجة إلى العربية، إلى جانب تقديمها لقاءات معمقة مع نجوم السينما العربية والعالمية. أما قناة أوربت الثانية، قناة فريدة بقى، متعة الترفيه، بتجيب لك أفضل ما في القنوات العالمية من إفساد وغير إفساد والدهون. وعندنا برضو قنوات كوميدية وثائقية درامية حوارية موسيقية عالمية أزياء ترفيهية، عد بقى جيوش جرارة من هذه القنوات متراسة، مسلسلات وأفلام ورياضة وأطفال. ده كله فين؟ في قنوات أوربت. والغريب طبعا احنا بعد قبل ما ادرس الكلام ده ما كنتش عارف عنه حاجة. قلت لكم على اللقاء اللي استضفنا فيه الشيخ خالد الجندي على مجموعة أوربت دي. أنا بسأل الأخ اللي كان مخرج اسمه جلال عنايات أو عنايات ولا اسمه إيه؟ جلال ده كان المخرج بتاع برنامج ولا زال أظنه اسمه برنامج على الهواء. فأنا لما رحت هناك في 6 أكتوبر كان قبل ما تطلع القنوات الإسلامية والقنوات التانية بشكل كبير، فكان الاستوديو بتاعها ضخم ضخم يعني، يعني إحنا كنا في غرفة بنصور والغرفة التانية اللي هي غرفة المتابعة مش زي دلوقتي، لا غرفة كبيرة فعلا فيها أكتر من حوالي 30-40 نفر قاعدين قدام بتاع عشان بيسجلوا بس اللقاء اللي هو على الهواء. فأنا بقول له إيه؟ معقولة اللي إحنا بنعمله أو بنسجله ده دول الجماعة اللي بيصوروا في الغرفة التانية العدد الكبير ده أنتوا بيجيلكوا فلوس تغطي الكلام ده؟ والاستوديو ده بتاعكم؟ قال لا، احنا بنعمل ايه؟ بنروح في كل مكان في العالم نأجر في لندن غرفة بس زي هنا كده، ندي لهم الفلوس والبس بيطلع، ملناش مكان معين يعني، تبص من الرياض تبص من مصر تبص من اي مكان الارخص بنقعد فيه وحسب ما يوفر لنا الناس. طب وهل بتجيبوا فلوس من كده؟ طبعا، امال ايه احنا فاتحينها ايه؟ لأن الاشتراكات اللي بتيجي تفتح عشرات القنوات من هذا القبيل، لأن الفضائيات دي طلعت إيه؟ حكاية ما حصلتش في المكسب والبتاع دي. القنوات الإسلامية زي ما هنشوف بعد شوية كمشروع أنا كنت بتمناه. وأذكر مرة من المرات الله يرحمه الشيخ صفوت نور الدين، كنا عاملين مؤتمر في بورسعيد عن الدعوة والدعاء وكده يعني، فأنا اقترحت على الشيخ صفوت اقتراح. كان حتى قبل اول ما طلعت القنوات الفضائيه وكان عددها 3-4 يعني، قلت له يا شيخ صفوت ايه المانع ان تبادر انصار السنه ويبقى فيه نظام بس لفضائيه اسلاميه تعبر عن الدين والتوحيد، وبدل ما تكون الدعوه موجوده في مسجد تبقى موجوده على مستوى العالم. فالشيخ صفوت كان معجب بالفكره بس كان كانها احلام. يقول لي يا دكتور محمود انت بتحلم ولا انت بتتكلم في ايه؟ يعني دي حاجات بعيده عن تطبيقها في الواقع. قلت له مش بعيده ولا حاجه، ما تشوف الناس بيبصوا ازاي وبيشتغلوا ازاي وانصار السنه تعمل كده، ايه المشكله يعني؟ ما هي الفضائيه الاسلاميه دي، ده كان لسه قبل ما تطلع القنوات اصلا ولا يفكروا فيها، ما كانش لسه اولكش بيعلنوا عن بدايه قناه اقرا. شوف من زمان عدينا دي 15-16 سنه، وسبحان الله اللي انا قلته أصبح دلوقتي واقع بيتنفذ بحذافيره. اللهم إلا إن بس سياسة القناة الإسلامية اللي محتاجة تعديل وتتظبط، لأن المسألة دخلت في اتجاه تاني خالص غير اتجاه الدعوة. نكمل شبكة قطر كيبل فيجن.
كيوتل مؤسسة عامة قطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية دخلت برضو بنفس الخدمة كده زي شبكة الأوربت شبكة شو تايم شو تايم شبكة تانية برضو فيها 20-30 قناة تقول لك نأتيك بترفيه العالم بتقدم شو تايم 25 قناة من أفضل القنوات الترفية في العالم طبعا فيها قنوات إباحية محضة وقنوات انحلالية لا حصر لها وفيها أحسن ما أنتجته هوليود هوليود مين؟ مدينة الإنتاج العالمية للسينما وإن ذا موفيت شانل ومش عارف إيه قنوات ضخمة كثيرة جدا جدا بتبث هذه الأفلام تحت شبكة شو تايم أنا ذكرت لكم أسماء القنوات اللي موجودة فيها من خلال بس الكلام ده ممكن يتغير دلوقتي حاجات كتير فيه لأن البحث زي ما قلت لكم قديم شوية طيب شبكة راديو وتلفزيون العرب ARP تقول عن نفسها الشبكة اللي تقول عن نفسها الشبكة تمتلك واحدة من أكبر مراكز الإرسال التلفزيوني والإذاعي في العالم مش في العالم العربي في العالم كله تم تأسيس هذه الشبكة في أفيزانو بإيطاليا ومؤهلة للبث من جميع دول العالم أكبر مراكز الإنتاج العربية العالمية في كل مكان القاهرة الأردن جدة بيروت روما تونس المغرب الإمارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الشبكة بتمتد لتشمل أكبر كم إنتاجي من الموسيقى والأغاني القديمة والحديثة والدراما السينمائية والبرامج التعليمية والمسلسلات والمسرحيات والرياضيات وكل حاجة حتى قنوات الأزياء والكاسيات العاريات بل العاريات يقول لك وماله يا شيخ انت العرب برضه من حقهم يتفرجوا من حقهم يتفرجوا ده الشيخ اللي ماسكها اسمه مين ايه؟ صالح كامل الشيخ صالح على فكره هو صوفي هو اخوه يقول لك شوف الصوفيه بقى يا عم الزهد والزهد الراقي بتاعه جايبين لنا شبكه الاي ار تي أسماء القنوات وكل ما يتعلق بها موجود عندكم في الكتاب فلا داعي إن احنا إيه نطول يعني. فشبكة الـ ARP أول ما فتحت بثها واشتغلت الشبكة طبعاً كان معروف إن القنوات دي كلها لا تخلو من مناظر إباحية وأشياء مسفة وأشياء مخالفة للفطرة ومخالفة للشرع والدين. ففتحوا قنوات إقرأ قناة إقرأ يعني هم يشيعوا الفحشاء في الذين آمنوا ويقوم يزعلك على قناة إيه؟ اقرأ بعض البرامج الإسلامية. يعني أحد ساحات الحوار مرة واحد بيقول إيه؟ قناة اقرأ دي قناة محترمة تهتم بالمستجدات الإسلامية على وجه الخصوص. ولغة الحوار فيها لغة إيه؟ هادفة. وليست مثل القنوات الأخرى صاحبة الصراخ والضجيج. فواحد رد عليه وقال له إيه؟ على المنتدى. أحب أعرفك يا أخويا أو أضيف لمعلوماتك إن القناة دي أضحوك على أهل الخير واستقامة من باب كما يقال دس السم في العسل وإلا كيف يمكن لمن يحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا أو بين أفراد المجتمع أن ينشئ قناة إسلامية وقس على قناة اقرأ قناة الرسالة في مجموعة روتانا الجديدة لأن شبكة روتانا ديت فتحها أمير سعودي اللي هو الأمير الوليد بن طلال القنوات دي كلها قنوات إسفاف بمعنى الكلمة فعلشان يرضي الناس قام عامل قناة ايه؟ الرسالة. وصدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي ايه؟ كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم نحن في زمان يعني الامور فيها تتلون واشياء غريبة وليس إلا أن يسأل الإنسان ربه أن يثبته على المنهج الحق وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نصلي العشاء ثم نستكمل الحديث عن الفضائيات الإسلامية. الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية ودرع للتصدي لهذا الغزو الفكري
الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية. بحكم العدل الإلهي أما يكون في كمية مهولة من قنوات الإفساد لازم تحصل موازنة. الموازنة بيقوم بحسابها حتى الناس اللي ما عندهمش رغبة في حكاية الالتزام أو مسألة أن يكون فيه جيل كامل على اتباع السنة أو على فهم الدين. لأن الغريب في الأمر لما انتشرت هذه القنوات اللي اتكلمنا عنها اللي مليانة كلها وسائل غزو وبدأ الشباب على مستوى كبير يتأثر تأثرا بالغا بهوية الغرب، ما عادش في انتماء حتى لبلده أو وطنيته، فرأوا أن قضية التزام الناس بدينها بيعيد الانتماء لأرضها وبلدها. يعني أيام ما ظهر عبدة الشيطان بقى بتوع أمن الدولة نفسهم هم اللي يجوا يقولوا لنا أنتوا بتتكلموش في الإسلام ليه وبتعملوا دروس ليه عشان الشباب اللي هيضيع ده. فالشباب ده قاعد بيتابع القنوات الغربية والحفلات بتاع عبدة الشيطان الأمريكية وبدأوا يقلدوها هنا، فضيعت كتير. ده بحكم العدل الإلهي لازم يكون في نظام المعادلة. من هنا سمحهم بإنشاء قنوات إسلامية، وإن كان قنوات إسلامية إحنا المشروع اللي كنا بنتكلم فيه الانطلاق نحو فضائيات أرحب وأوسع لإيصال صورة الإسلام الحقيقية للآخرين. ومن هنا توجبت الدعوة لإنشاء فضائيات إسلامية، وأصبح الأمر ملحاً منذ أن ظهرت الأقمار الاصطناعية الرقمية واستخدمت في مجال البث التلفزيوني. حاجة الأمة الإسلامية لإنشاء فضائيات إسلامية فعلاً حاجة ملموسة. وكان البحث وأنا بكتبه ما كانش فيه أي قناة إسلامية فتحت، ما كانش فيه غير قناة إقرأ بس، وكان لسه بيأسسوا القناة اسمها قناة مكة فضائية وعاملين ميزانية ضخمة، لكن دخلت أمريكا ولا دخل مين من الدول الغربية وأوقفوا القناة، وقناة تانية اسمها المدينة وقفوها برضه. لكن الطموحات الإعلامية اللي احنا بنتمناها او حتى الواحد بيفكر فيها لغايه دلوقتي وبقولها دلوقتي برضه وان كان مش متحققه، لكن هي هتحصل ان شاء الله عز وجل مستقبلا، لان الواقع بيتكلم المعطيات اللي قدامنا من خلال الاسباب تؤكد ذلك، ان لابد من انشاء قمر صناعي مخصص للقنوات الاسلاميه والاسلام بمختلف لغات العالم. مش قناة فضائية، لا، قمر صناعي وفي ممكن واحد مسلم أمواله تفتح 10 أقمار ويقوم بهذه القضية لوحده، بس عايزين اللي يقنعه أو ربنا سبحانه وتعالى يجعل شخص سبب في هداية مثل هذا الرجل في أن يعمل أقمار صناعية ويبثها وتزاع العالم كله. لكن كان في الأول مجرد فتح قناة من هذه القنوات يعتبر أعجوبة. يعني أنا فاكر قبل ما فتحوا قناة المجد الفضائية كتبت على قناة المجد وهم بيأسسوا لها قبل ما تطلع القناة يعني، وقلت أخشى ما أخشى إن مجموعة قناة المجد قبل ما تتفتح القناة هم رصدوا ميزانية كبيرة جدا جدا إن القناة تتحول من قناة عامة للمسلمين إلى قناة خاصة لابد أن تدفع أموالا كثيرة لكي تشاهدها. وأنا كتبت الكلام ده في البحث، وبالفعل بعد مضي 6 شهور من البحث لما صدر فوجئنا بأن قناة المجد تحولت إلى قنوات خاصة بحيث تدفع 3000 ريال في السنة كثمن الرصيفر ومش عارف ايجار قد كده في الشهر عشان تعرف تشاهده. فاصبحت هذه مجموعه المجد او الرصيفر الاسلامي كما يقولون تجاره خاصه وليست قضيه دعوه وتحمل مسؤوليه. صحيح ان ممكن واحد يقول لك والله طب ما احنا محتاجين انفاق،
وماله؟ ما هي الفضائيات بتجيب فلوس مش بتجيبش. يعني صحيح دلوقتي لما بدأوا في قنوات الفضائية الإسلامية، لأن لازم نقف عندها وقفة ونتكلم عندها بشيء من التفصيل. إحنا عندنا القنوات الفضائية الإسلامية اللي اتفتحت على النايل سات والأقمار الأخرى، كان البداية بقناة الناس. قناة الناس في الأصل مش قناة إسلامية، هي أصلا عقد بتاع قناة اجتماعية، وكان فيها الأغاني والرأس وكلام من ده عادي. فلما بدأوا يتحولوا الاتجاه الإسلامي عن طريق محاضرات يجي فيها الشيخ محمد حسان وبعض الإخوة، الناس متعطشة أنها تسمع عن دينا وعن الإسلام، فأقبلت على قناة الناس. وطبعا كل ما ازدادت نسبة المشاهدة على القناة وتأثيرها، لأن يعني الناس بفطرتها محتاجة تتعرف على دينها، وأغلب الناس تابعوا القناة، فوصلت قناة الناس في أول سنة من السنوات نسبة مشاهدة عالية، قول مثلا وصلت 30 مليون 40 مليون حاجة زي كده. يعني متوسط مشاهد قناة الناس حوالي 40 مليون مشاهد للقناة على حسب أعلى برامج موجودة فيها، وكان في الغالب البرامج العليا اللي فيها كانت بتبقى للشيخ حسان والشيخ يعقوب. غريب في الأمر أن هذه القناة عملت فتنة عجيبة جدا جدا جدا، لأن اللي أسسوا القناة في الأصل فاتحين قناة الناس من جهة بتتكلم عن الدين والتزام بالدين، وفي المقابل مع نفس الباب اللي بتدخل منه للاستوديو القناة قناة الخليجية، وكانت قناة الخليجية قناة رأس منحلة قبل ما تبقى إسلامية الوقت. فقناة الناس حققت مكاسب مادية عالية جدا، وخصوصا لما كان أخونا الفاضل سالم بن فتوح بيتكلم على تفسير الرؤى والأحلام وكلام من ده، فكان أحيانا يجيله 80,000 اتصال، و80,000 اتصال برضو خلي بالكم دي من الحاجات اللي هي هتتكشف بعد كده، وهتكشف إن إحنا الاتجاه الإسلامي اللي مفروض يكون خالص لله ونقي معتمد على توعية الناس بدينهم وعلى منهج علمي يربي جيل، اللي هو الأصل في إنشاء أي قناة إسلامية، الأصل ده الآن مفقود وما عادش موجود. يعني كان اللي حصل زي ما أقول لكم كده، إن هذه القناة اللي هي قناة الناس، مشايخ اللي سيطروا سيطرة تامة على القناة كان اثنين، الشيخ حسان والشيخ يعقوب. فالقناة وصلت دخل عالي جدا، وصل في أول سنة أكثر من 20 أو 30 مليون مكسب للقناة من الاتصالات. يعني الشيخ سالم الفتوح وصل وقت من الأوقات أن يكون في 80,000 اتصال على القناة، وأي واحد بيتصل الخط بيفتح عليه، يبقى 80,000 لما يقعد دقيقتين أو ثلاثة أخد بالك إزاي على الخط، فالدقيقة 8.5 جنيه، احسب بقى يبقى كم مبلغ هيدخل القناة في الاتصالات. فالاتصالات بتاخد الثلث الشركة والثلثين بيروحوا القناة، ده بالإضافة للإعلانات الدقيقة والدقيقتين في الإعلان في وقت المشاهدة دي في برنامج الفضفضة أو في غيره بيوازي مثلا 250,000 أو حاجة زي كده. المهم حققوا ملايين. مين اللي ياخد الملايين دي بقى؟ صارت مشكلة. هم كانوا بيعملوا راتب متواضع للشيخ حسان حوالي 10,000 دولار في الشهر، والشيخ يعقوب قدهم كده 50,000 جنيه أو حاجة زي كده. مش عيب إن الشيخ ياخد طالما القناة جايبة فلوس، ليه؟ مسألة كده. بس القضية بقى في إيه؟ في إن المسألة تحولت إلى قضية مادية بحتة يراعي فيها إن الشيخ لازم ينفذ كلمته، فيقول فلان ده يجي وفلان ده ما يجيش، والشيخ ده لو طلعته أنا منش جاي. وخلي بالكم كلمة منش جاي معناها إيه؟ خلاص ضياع القناة، قناة ممكن تروح خالص. ليه؟ إن الشيخ اللي بيقيم القناة، طبعا خلي بالكم اللي كان ماسك الأيامها الأخ عاطف عبد الرشيد اللي هو فاتح دلوقتي قناة الحافظ، قناة تعني كتير، فعلشان يصطادوا المشايخ بدأوا يمدحوا في المشايخ أكتر وأكتر، ويصوروا للناس إن الدعاء اللي بيتكلموا في الدعوة هم علماء الأمة والمرجع الحقيقي للأمة الإسلامية.
طيب دلوقتي بقى ما عادش ينفع 50,000 جنيه في الشهر ولا مش عارف الكلام ده كلام فاضي. فالمشايخ طمعوا في انهم يفتحوا قنوات اسلاميه تانية، فبتوع الخليجيه شافوا ان بتوع الفلوس بتيجي من عن طريق القنوات الاسلاميه، فقال لك ما نقلب المزيكا بتاعتنا نخليها قناه اسلاميه، وبقت مباركه ان ربنا اهداهم وكده، وبداوا يفتحوا قناه تانية اللي هي قناه خير، وحصل خلاف بين الشيخ يعقوب وبين منين، المهم قفلوا القناه. كان معايا الشيخ عادل مع مدير القناه بيقول يعني منه لله اللي قفل القناه. المهم واللي قفل القناه كان واحد من المشايخ دول. الشيخ حسان طبعا برضو اختلف مع قناه الناس في حاجات، ففتحوا قناه ايه؟ الرحمه. ليه؟ لان يعني الشيخ يرى ان هو سبب رئيسي في دخل القناه، فعلى الاقل ما ينفعش حكايه 150,000 جنيه او 10,000 دولار الكلام ده كلام فاضي، ما ينفعش يعني، لان حقه اكبر من كده. القضية تحولت إلى قضية قيمة الشيخ التجارية كام؟ وده انتوا شفتوا لما الشيخ سئل اللي هو الشيخ حسان، وأنا بقول الكلام ده مش نقدا للمشايخ لأن الإعلام نفسه فتنة. فتنة، هم حاولوا معانا وإحنا على قناة الناس بنشرح البرامج بعد ما سابها الشيخ حسان، لأن إحنا ما دخلناش قناة الناس إلا لما الشيخ محمد سابها وفتح قناة الرحمة. وهو فتح قناة الرحمة على أساس إن خلاص هفتح قناه، فهم قالوا طيب نجيب المشايخ اللي انت مانعهم، وكان من الحق من الناس اللي له شرف المنع بسبب هيمنه الشيخ محمد حسان على قناه الناس كان الشيخ عادل الشربجي والعبد لله، ممنوع يطلعوا على اي قناه، ولو طلعوا ما احناش جايين للاسف يعني. قلنا خلاص. فلما قناه الناس اتصلوا بيا وقالوا تعالى اطلع انت بقى على القناه وخد راحتك في الشيخ محمد حسان، قلت لهم انا مش اخلاقي كده، احنا رايحين اصحاب رساله علميه، ويعلم الله لولا هذا الرجل اللي جنبي الشيخ عادل الشربجي انا ما طلعت على القناه دي خالص. ليه؟ لان عارف انها فتنه. لان الشيخ عيب قوي انه يسال على قناه انت بتاخد فلوس من القنوات؟ يقول لك والله ما باخد ولا جنيه. وهو قبل ما يطلع قابض 10,000 دولار الاخ بيقول لي انا اللي اعطيهم له بايدي. فكل العاملين في القناه قالوا ايه ده؟ فين المصداقية وفين الدعوة؟ الشيخ يقول ما باخدش ولا جنيه، هو قابض 10,000 دولار مني؟ فقال له يا ابني انا حلفت على الجنيه ما حلفتش على الدولار. والله ده اللي حصل. احنا مش بنقول الكلام ده تجريحا، لكن دي فتنة. هو طبعا صادق. ليه؟ لأن ما كذبش ولا حاجة، هو بيحلف على الجنيه صحيح ما باخدش جنيه، لكن هو بياخد ايه؟ دولار، وشتانة بين الجنيه والدولار. لما فتح قناة الرحمة الشيخ محمد أصبحت قناته هو حر فيه. وأقسم أيمانات مغلظة أمام عشرات من الإخوة أنه لن يدخل قناة الناس مرة أخرى. طيب الشيخ في قناته، خلي بالكم الكلام اللي بقوله ده، لك يا شيخ طب ما تخليها مدارية. لا هي مش مدارية، كل العاملين في القنوات الإسلامية واللي عاملين في الساحة من الصحافة عارفين الكلام ده كويس. لكن لما تيجي مني نحن ونتكلم عن نقد أنفسنا عشان نصلح تبقى كويس، عشان الناس ما تصدمش. لا. المهم قبل ما اطلع على قناه الناس طبعا اتصل علي مين؟ الشيخ محمد حسين يعقوب. وهو كان ما اتصلش عليا من 3 سنين من يوم ما طلع على قناه الفضائيين، قبلها كان بيجي لي البيت بروح له، واخر برنامج سجلناه معاه اسمه حوار مع الاكابر. استدعاني في البيت زيارة، عامل برنامج اسمه حوار مع الأكابر، فبيسجل مشايخه، فبقول أنت الشيخ في العقيدة. قلت له يا عم سيبك من الكلام ده يا شيخ محمد الله يكرمك، أنت عايزني في إيه؟ فقال سجل السيرة الذاتية للدكتور محمود وكده عندنا وكده يعني، فسجل معايا ساعتين في بيته ومع طلبة العلم بتوعه أولاده، ومتسجلين لغاية عنده، بس محدش يعرف عن البرنامج ده حاجة، أول مرة أقول لكم عليه يعني. اسمه حوار مع الأكابر، فبيجيب الناس المتخصصة في مصر، فهو يرى أنني المتخصص في العقيدة في مصر على حسب كلامه يعني. قلت له والله كل كلامك ده مبالغات ولا داخل لي دماغك. قال لي مالكش دعوة، هسجلها وخلاص وعينها عندي. قلت له عينها. بعد ما طلع القناة الفضائية حذف اسم الدكتور محمود من مشايخه. وفضل قاعد 3 سنين على القنوات الفضائية هو الشيخ محمد حسان كجبلين عظيمين في الفضائيات الإسلامية. المهم قبل ما اطلع على قناه الناس هو كان بيسعى كل السعي هو الشيخ محمد حسان ان ما يطلعش دكتور محمود على قناه الناس باي صوره، وحاربونا حربا ضروسا في قناه الاسماء. فكلمني الراجل اللي هو المسؤول عندهم كان اسمه مدني، والشيخ مصطفى الازهري
قالوا احنا عايزينك في قناه الناس تدرس العقيده. قلت له يا شيخ مصطفى طيب انا ما عنديش مانع لو اتيحت الفرصه حول. احنا على موعد، قال على الموعد يوم كام؟ يوم الخميس مثلا. طيب فوجئت لقيتهم بيعتذروا، قالوا خليها الخميس اللي بعده او خليها في يوم كذا. فانا اتصل عليا اللي اسمه مدني ده، قلت له بقول لك ايه يا مدني، شوف يا ابني احنا ما بنهزرش ولا لنا مطمع فين يطلع قناتكم ولا غيرها، اوعى تتصل بيها تاني، مفهوم؟ اقفل السكه يلا، لا قناه ناس ولا غيره. ده اللي قلت المدني، لو اتزرعت ما نشتغل على قناه الناس. فالمهم لقيت مين بيكلمني؟ الراجل اللي جنبك ده، الشيخ عادل الشرطي. الشيخ عادل لما كان في قلبي يعلم الله عز وجل انني ما وجدت داعيا الى الله عز وجل. قام بما قام به الشيخ عادل في ان يستضيف شيخ يقعد جنبه. قد يكون الشيخ عادل اعلم منا بكثير في ابواب كثيره من العلم. لكن الرجل كما تعلمون ورايتم ودي المحاضره قبل الاخيره 119 محاضره جالس جنبي كما ترون. يسمع المحاضرات ويؤيد في دعمها حتى يتعلم الناس العقيده بتجرد واخلاص، نسال الله ان يجزيه كذلك. فمن معزته قال لي لازم تطلع وتشرح العقيده وما لكش دعوه بحد. قلت له انا قلت الراجل مانيش طالب. قال لي معلش هتطلع هتطلع. وجبرني جبرا، قلت له والله يا عم انا اخشى انها تبقى قطيعه. قال لي قطيعه قطيعه لازم هتطلع. وبالفعل هم بقى لماني قلت لهم كده، قلت لهم الموعد اللي اعلنتوه ما ترجعوش فيه، ما احناش عيال. فاعلنوا على الموعد وفضوا المكان بحيث نروح نتكلم في لقاء العقيده. المهم الكلام ده كان الساعه 12 بالليل. 12 ونص مين بيتصل علي؟ الشيخ محمد حسين يعقوب. بيتصل على الشيخ، خير؟ انت ما كلمتنيش من سنين، انت فين؟ قال لي انا بلغني ان قناه الناس هتجيب واحد. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان تعرفوا الحقيقه مين احنا بتجرد. الشيخ محمد حسين يعقوب قال لي انا سمعت ان انتوا تعاركتم في المنصوره على الاسماء وان هتجيبوا شيء واحد يتصل بالقناه وقناه الناس هتجيب واحد يتصل بك على الهواء عشان تجرح في الشيخ محمد حسان علشان فتح قناه الرحمه وساب قناه الناس. قلت له انت تعرف ايه ده اخلاقي؟ قال لي لا. قلت له طيب طالما الامر كذلك فانا هتكلم في العقيده، لا لي علاقه بحسان ولا لي علاقه بايه بيعقوب ولا اي حد، منهجنا هو منهج الكتاب والسنه. موضوع الاسماء الحسنى وما حدث في المنصوره، انت تعرف تعلم جيدا ان كان فيه مكيده مدبره لتشويه البحث ليس لي. لكن انت عارف كويس وانا عرضت عليك البحث في بيتك. قال لي انا اشهد الله عز وجل، محمد حسان بيقول لي اسمه يعقوب بيقول لي في التليفون، اشهد الله عز وجل ان كل كلمه كتبتها في اسماء الله الحسنى في كتابك بتاع اسماء الحسنى هي حق وانا مؤمن بها. قلت له ما بتقولش الكلام ده للناس ليه؟ قال لي طب انا اعدك انك تفضل في قناه الناس تتكلم في العقيده من غير تجريح لحد، وانا الشيخ حسان الشيخ ابو اسحاق الحويني سننصر قضيه الاسماء الحسنى وسنعرف الناس بها على انها قضيه حق. قلت له اولا ده الواجب اللي تعملوه من غير خاطر الدكتور محمود ولا غير الدكتور محمود، ده واجب شرعي عليكم. انتهت المكالمه وبدانا لقاء العقيده اللي قعدنا فيه قرابه العامين ونصف، مضايقات لا حصر لها، ما احناش عارفين منين بس احساسنا عارفين ان جاي منين. اما يحطوا البرنامج في وقت صلاه مغرب او صلاه عشاء، يعني بقول للناس يا تصلوا يا تتفرجوا على الدكتور محمود او يضيقوا علينا في البرنامج. حتى ان الشيخ مصطفى الازهري نفسه بيقول لي والله انا بعاني الامرين يا شيخ، حاولوا يجيبوا اي واحد مكان الدكتور محمود في لقاء العقيده. لغايه ما نزهقت قلت له جابرنا على كده ايه؟ احنا قضيه الاسماء بيناها والعقيده شرحنا فيها اللي شرحناه. يا عم جزاكم الله خير، السلام عليكم وعليكم السلام، وتنتهي القضيه. كان ساعتها قناه الناس الشيخ محمد كان متوقع انها تنهار بسبب بعده عنه. لكن ما انهارتش. لان حصل فيه دلوقتي اي واحد يفتح قناه خلاص دلوقتي الفلوس بتيجي مع مين؟ فالتاني طالع فيرخصوا الاعلانات
عندهم وهم أوسع انتشارا. الشيخ الثاني يدفع مثلا يعني حاولنا نفتح قناة، الشيخ اللي هيدفع مثلا 6 مليون في القناة هيفقدهم مش هيعرف يلمه وتتقفل القناة، دي كانت السياسة. والشيخ يبقى قاعد مع مدير القناة سواء قناة الحكمة أو غيرها على حسب ما قال لي الشيخ نفسه اللي هو الشيخ وسام، إن يبقى الشيخ موجود معايا يقابل الشيخ من المشايخ يقول له أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ وكذا وكذا، وده لازم يكون له برنامج على القناة، ويروح البيت يتصل عليه يقول له لو طلعته القناة مش جايبك تاني. شغل لا يرضي الله عز وجل بأي وجه. أنا بقولش الكلام ده برضو تجريحا للمشايخ، ولكن هي فتنة الإعلام في القنوات الإسلامية، ولذلك لن تنجح إلا بصدق النية بالإخلاص لله عز وجل. ففوجئت بعد ما قررت أنا أنسحب من قناة الناس إن الشيخ مصطفى الأزهري بتنسحب فيه، ده لقاء العقيدة ده بأعلى نسبة مشاهدة ما حصلتش في القنوات الفضائية، لا للشيخ حسان ولا ليعقوب ولا لغيره. قلت له إزاي يعني؟ قال لي القمر الصناعي بيجيبه من شركة بتعمل عدد الناس المشاهدين أو عدد التلفزيونات المفتوحة اللي بتلتقط إشارة البث من القنوات الفضائية، فطلع أن لقاء العقيدة اللي محطوط في وقت لا يشاهد وبعد الصلاة مباشرة أو بعد الأذان مباشرة 64 مليون إشارة بث. 64 مليون إشارة بث ديت يعني إيه؟ يعني الأمر بيقول إن في 64 مليون تلفزيون مفتوح من الساعة 7 للساعة 8 على لقاء العقيدة. شوف بقى كم واحد قاعد على قدام الإيه؟ التلفزيون. يعني تتجاوز ال 120 مليون. ودي ما حصلتش، يعني أعلى نسبة كانت بتحققها فضفضة 40 مليون. قلت له يا راجل الكلام ده صحيح؟ قال لي والله ده اللي خد القايمة وما زال القايمة موجودة معانا. وظلت على كده حوالي 6 شهور. لقاء العقيدة محقق أعلى نسبة. طب يا جماعة طالما حقق أعلى نسبة إحنا ما ناخدش منكم حاجة، لا خدنا منكم الأبيض ولا أسود، وبنروح على حسابنا كمان. ما فيش الأيام دي بس بدأوا يبعتوا عربية للشيخ عشان توديه القناة. طب ما تسيبوا لنا وقت واسع شوية وتخلوها قبل فضفضة مع فضفضة، إيه اللي هيجرى يعني؟ حرب ضروس عشان ناخد مساحة وقت لغاية ما زهقنا منه. قلت له لا لا لا، علي سعد اللي ماسك القناة أخ فاضل. قلت له شيخ علي الله يكرمك سيبنا بقى في القضية. الراجل صراحة كان حزنان ولا زال لسه الشيخ مصطفى الأزهري مكلمنا قبل ما أجي لكم بنص ساعة وإحنا في الطريق. وإحنا في الطريق كلمني وقال لي إحنا عايزين نعمل برنامج. قلت له لا لا برنامج ولا غيره، جزاك الله خير. خليك يا عم الحاج في حالك وإحنا في حالنا. أول ما طلعنا من قناة الناس ده فيها الشيخ محمد حسان. على الهواء مباشرة، وده ما حصلش مع إنه أقسم أيمانات مغلظة إنه ما هيعتب القناة دي تاني. بيحاول يسترضي فيها اخوانه على اساس يعني ان الناس تتالف ومش عارف ايه، لكن ايا كان اللي عايز اقوله ايه القصد من الكلام ده؟ القنوات دي لها ايجابيات كثيره جدا جدا. الشيخ محمد له جهد مشكور كبير جدا جدا جدا. بس مش معنى ان الشيخ محمد له جهد مشكور هو الشيخ يعقوب والله يسهل لهم في القيمة التجارية بالنسبة لإعلاناتهم أو قيمتهم بالنسبة أو اشتهارهم للناس، إن تكون الشهرة قيادة علمية أو إن الشهرة معناها تأصيل علمي. فكون الناس تعتبر إن الشيخ حسان أو الشيخ يعقوب أو الشيخ فلان لهم شهرة ومكانة في قلوب الناس والناس بتنساق خلفهم آلاف مؤلفة، إن معنى كده إن الشيخ أصبح مرجع للأمة الإسلامية في الناحية العلمية والتخصص. هي دي المشكلة. فبدأ إنك تقول له قال الله وقال الرسول يقول لك الشيخ قال إيه، فأصبحت كلمة حسان ويعقوب أقوى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قيل له. وده الواقع، إن تقول له قال الله وقال الرسول يقول لك الشيخ حسان رأيه إيه وقال إيه. دلوقتي يوم ما نوصل الناس إن يكون الشيخ محمد حسان أو الشيخ محمد يعقوب يقول كلاما فلا يعقب عليه ويبقى ده مصدر ومرجع الأمة، هو ده الخطر وده الانتكاسة اللي هتحصل. ولذلك احنا بنتكلم هذا الكلام بنقول لإخواننا كلهم في القناة الفضائية، احنا عندنا برنامج على قناة الصفا يوم الخميس معاده بكرة الساعة 10 إن شاء الله عز وجل، والحافظ بعد العشاء، وفي الخليجية برضو لقاء بعد العشاء، ثلاث برامج. وقناة الهلال كان عندي المؤسس بتاعها امبارح واتفقنا معاه على انه يذيع الدورات العلميه، انا بقولها دلوقتي مش هنتكلم بقى اسرار. قلت له يا ابني
أخ من الإخوة كان طالب أيام ما كنا بندرس الشيخ عبد الحميد العوادني، كان بيدرس عندنا في معهد عيادة الدعاء دمياط من حوالي 15 سنة. فقلت له شوف، هو طبعا عارف الوضع لأن دلوقتي بيحاول يجمع بس الشرائط القديمة بتاع الشيخ حسان وبتاع الشيخ أبو إسحاق وبتاع الشيخ يعقوب، وعايزين يدفعوا فلوس. يقول يا جماعة بس توقف القناة، حتى إن بعضهم قال له بقول لك إيه، مش من المشايخ، من الجماعة اللي هم موجودين في القنوات، رئيس قناة بقول له بقول لك إيه، المليون اللي دفعته ده حبيبي لمه وروح، القنوات الفضائية الوقت بتخسر. طب بتخسر ليه؟ القناة اللي بتكسب هي الرحمة والناس شوية، إنما الحافظ مديونة، خليجية مديونة، عندهم يجي 250 ألف جنيه شهرية، والتبرعات ما بتروحش إلا بإذن من محمد حسان أو محمد يعقوب لأنه مشاهير، فعامة الناس معذورين. أنا عايز أدعم قناة، فأقول لا ما تدعمش القناة دي، تسقط القناة. وده اللي حصل مع قناة الحكمة، منعوا عنهم التبرعات وقعت قناة الحكمة. والغريب في الامر ان الاخ وسام عارف الكلام ده كويس، لكن هو يضطر يستضيف حسان ويضطر يستضيف يعقوب. ليه؟ يقول لك لان قيمه اعلاميه. انا لما الشيخ اسمه وسام حكى لي بتفاصيل السبب او السبب او تفاصيل السبب في اغلاق قناه الحكمه وضياعها قبل ما الحكومه تقطع البث، والله شيء لا يصدق. بيقول لي انا ما عدتش عارف فين المشايخ وفين الدعوة ومين الصادق ومين الكاذب، لدرجة أني شكيت في نفسي وشكيت في الدعوة وشكيت في الدين كله أن يكون النظام كده. ليه؟ ليه يقفلوا قناة زي كده ما يقفوش معاها؟ لما لا يتكاتفون فيما بينهم؟ إيه اللي كان يمنع الشيخ محمد حسان أن يطلع مثلا شهريا على كل قناة عشان يظهر قدام الناس أنه هو متكاتف مع إخوانهم؟ لا، ساب القنوات قرابة 3 سنوات لغاية ما دلوقتي بقت مديونة. ليه؟ لأن ما سمعوش كلامه، جابوا الدكتور محمود، جابوا الشيخ عادل، جابوا مشايخ لا يوافق عليهم. دي الواقع بالضبط، واللي يقول لك غير كده بينصب على الناس. وأنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الخاصة. لا يمكن أن تنهض الأمة الإسلامية إلا إذا واجهنا الحقيقة. ولذلك اللي شاف اللقاء بتاع عقيدتنا اللي فات واللي قبله في قناة الخليجية، قدر ربنا سبحانه وتعالى قدره إن الشيخ حسان ويعقوب بيشرحوا مدارج السالكين، والشيخ حسان حاول يصطاد الصوفية على حساب مع لقائه في الشيخ عاطف الدكتور عاطف عبد الرشيد على قناة الحافظ، يصطاد الصوفية ويصطاد شيخ الأزهر على إن الصوفية الآن الشيخ محمد بيحترمهم وهم إما مقربون سابقون بالخيرات وإما مقتصدون وإما ظالمون لأنفسهم. وجاب كلام تيمية اللي بيصف به المشايخ الأوائل، يقول لك لا ده ينطبق على الصوفية حتى الآن. لا، دي كلام في غير محلي على الإطلاق. وبيقول أنا ما اهتديت إلى ربي وعرفت ربي إلا من خلال كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي. وأنا وضحت لكم في دورة ميد الرحمن إن من القيم كان بيرد على الهروي ولا موافق الهروي؟ بيرد عليه. طريق العابدين وطريق المريدين الذين يطلبون الجنة ولا نار، وطريق العارفين وطريق الحلول الاتحاد. فالشيخ بيقول لا، طريق الحلول الاتحاد بتاع العارفين ده، هو طبعا ما يعرفش الكلام ده الشيخ حسان، هو مقام المحسنين أهل الإحسان، وكذا الشيخ يعقوب. فبقول توحيد العامة للمسلمين وتوحيد الخاصة اللي هو بتاع المريدين للمؤمنين، وخاصة الخاصة اللي هو الحلول الاتحاد للمحسنين. فخطأ علمي منهجي ما فيش فيه فصال. اتكلمنا عنه، قلنا إذا كان الشيخ بيشرح في مدارج السالكين للناس وهو على هذا الخطأ المبين، وإحنا على يقين إن هو مش فاهم الخطأ ده أو مش مدركه، لأنه لو كان مدركه مش هيتكلم فيه، وشرح للناس أكثر من 100 حلقة على قناة الرحمة كلها شبهات، جاب فيها كلام الصوفية وألبسه ثوبا سلفيا. فاللي يسمع الكلام يقول لك ده توحيد العامة وتوحيد الخاصة وخاصة الخاصة، وده طريق بدعي للسالكين كما علمنا. اتكلمت على القضية. طب يا اخوانا لما يكون واحد بهذا الشكل، شوفوا فتنة الإعلام بقى، له جماهير ملهاش أول ولا آخر، سواء كان يعقوب أو حسان. أنت لو كتبت محمد حسان على النت هيطلع لك 7 مليون موقع بيتفرجوا عليه، وحسان ويعقوب كذلك. إزاي إن الشيخ حسان نفسه بسبب هذه الفضائيات يتكلم باسم جميع أهل العلم السلفيين على إنه هو هيروح مثلا لشيخ الأزهر ويتعاون معاه ويبقى معاه؟ هل انت متخيل ان شيخ الازهر
حيتنازل عن صوفيته وطريقته الخلواتية وعن القبورية اللي موجودة في مصر ومنتشرة وهو يقول لك أيد فيها الموالد والأشياء اللي زي كده عشان خاطر عيون الشيخ حسان. واحد يقول لك أنت بتتكلم عن الشيخ حسان، هو منزه يا ابن عشان ما أكلمش عن محمد حسان وغيره؟ طالما تتكلم نقد علمي ما بتجرحش الشخص في ذاته، ما فيش إشكال، اتكلم زي ما أنت عايز. ولذلك احنا بنقول الشيخ حسان لا يمثلنا، وهو مسؤول عن نفسه فيما يفعله في تحركاته. كون ان الناس العامة لا تفهم الحقيقة فدي قضية اخرى، احنا بنقول المسألة لان القنوات الاسلامية ديت ان لم توحد الغاية وتكون الاساس او يكون الاساس فيها هو تعريف الناس بدينهم الحق، لان السلفية مش طيار يقول لك طب احنا السلفيين خلينا وحدة واحدة. الوحدة الواحدة عند السلفيين هي حاجة واحدة بس، ان يكون الحجة واضحة ولا تداهن في الدين ولا ترضي الناس بسخط الله عز وجل، وان يكون الكتاب والسنة واضح بفهم سلف الأمة. انا ما داهنش شيخ الأزهر او المفتي بدل ما الطالب باستقالته، هو اللي افسد الحياة في مصر مع النظام السابق في الحزب الوطني وغيره، والطالب باستقالته تيجي تقولي لا دلوقتي بقى هو الشيخ بيت العائلة والأشياء دي، شيء غريب جدا جدا. فأصبح دلوقتي الناس على النت اللي الشيخ محمد بيمثل السلفيين فيهم على حسب ما يزعم هو لنفسه أو هم يزعمون له، يقول لك الشيخ محمد قبل وبعد، قبل المزارك كان إيه وبعد المزارك كان إيه. إحنا عندنا ثوابت إسلامية بتغيرش لا ليعقوب ولا غير يعقوب. بنقول إن منهجنا ثابت وواضح، والدورات العلمية اللي احنا عملناها دي القصد منها ان نعرف الناس بدين الله عز وجل الصافي، خبر يصدق وامر ينفذ، لا فيه مداهنة ولا غير. طب ما احنا عارفين المفتي بيتلون في فتوى، قبل الفتوى يقول لك الحجاب والنقاب شرع، ودلوقتي لا بقى شيلوا النقاب مع الاخوات اجبارا في الاختبارات. ازاي الشيخ حسان يقعد معاه بدل ما يقول ده غلط على قناته؟ وإن كنا بنتكلم على وحدة وطنية وما غير وحدة وطنية إحنا كلنا مصريين، لكن ده أنا ما دهنش في دين، ولذلك هم مش هيحترمونا. وسيرى محمد حسان عواقب ما يفعله الآن من خلال الجماهيرية اللي شايفها دي، لأن الجماهيرية دي فتنة. اللي رايحين يحضروا للشيخ رايحين يتفرجوا على الشيخ ولا رايحين يتعلموا من الشيخ؟ قول لي بس الشيخ حسان أو الشيخ يعقوب من طلاب العلم تربى على أيديهم فأصبح شيئا أو شخصا عالما يقف ويتكلم بكتاب الله ويؤصل العلوم الشرعية؟ ما هي دي القضية يا أخوانا. ولذلك احنا بنقول قنوات الإسلامية اللي موجودة الآن لابد من وقفة صدق ونصيحة للشيخ محمد حسان ونصيحة للشيخ محمد حسين يعقوب. وإن كنت أحترم احتراما كبيرا الشيخ أبو إسحاق الحويني لأن راجل عاقل، وان كان الشيخ يعقوب اعقل من محمد حسان، خد بالك ازاي، لكن احنا بنقول لازم وقفه صدق مع النفس. لا تاخذهم العزه بالاسم ان الدكتور محمود بينقدهم، ولكن تراجع شرايط مدارج السالكين اللي سجلها يعقوب سجلها حسان، اخواننا افاضلوا على العين والراس، لكن هم لا يمثلون في افعالهم ولا في اقوالهم. وانا ابرا الى الله من افعال الشيخ محمد حسان اللي فيها مداهنه سواء للمجلس العسكري او للنظام، لان في حاجات كثيره انا ما اقدرش اتكلم فيها. ليه؟ انا عارف حقائقها، بس اثباتها وبينتها محتاجه الى شواهد تكون بين ايدينا، وانا ما اقدرش اعتمد على غيري في قول الحقائق او في اثباتها. الشيخ حسان عملها يتحاسب عليها الشيخ حسان. ولذلك احنا بنقول القنوات الاسلاميه ديت ما هيش ورديه قوي، لكن اثرت تاثيرا ايجابيا في الواقع الاسلامي. والناس لما بتسمع الشيخ محمد حسان ولما تشوف منه فعلا الصدق هو بيتكلم تلاقي الناس بتستجيب، خصوصا العامه، والشيخ يعقوب كذلك، وكذلك بقيه المشايخ اللي بيتكلموا على مستويات الناس، لان الثقافه او الطبقه اللي بتتابع الشيخ محمد ثقافه معينه انتوا عارفين، لكن اللي بيتابع مثلا الدكتور محمود ثقافه معينه، والكل بيكمل بعضه، المفترض كده يعني. دي أثرت في إيه؟ في إحداث صحوة إسلامية عامة، وإن كانت غير مرشدة، يعني ترشيدها بيجي من خلال النقد مش من خلال السكوت. يعني أغلب المشايخ مش عاجبهم اللي بيعمله الشيخ محمد حسان، يقولوا بس طب أنتوا ما بتقولوش ليه يا جماعة؟
ليه الشيخ فلان والشيخ فلان لكم مكان ما بيتكلموش ليه؟ يقول لك احنا خايفين من العامه. العامه معاهم، فهم هيستخدموا سلاح العامه دي في ان يمنع شيخ من فضائيه، يمنع شيخ كذا، يحارب شيخ في كذا، ما يحضروا الناس زي ما هم طفشوا كتير من الناس من هذا المسجد. اخد بالك ازاي؟ اقول لك انا خايف من كده. لا لا تخشى في الله لومة لائم، قل الحق ولو كان مرا، ولو كنت ستؤذى في سبيل الله عز وجل. لان احنا لو سكتنا على كده لما يشوفوا ان احنا بندهن في حاجات واضحه قوي قوي، الناس مش عبط، والعلمانيين مش ساكتين، والليبراليين قاعدين يتابعونا، والصحفيين كذا وكذا. فلو سكتنا على موقف يهتز من اجل مصلحه وليس من اجل دين، هم نفسهم هيقولوا اتفضل ادي الشيخ قبل وادي الشيخ بعد، ويهزقونا على صفحه الفضائيات وعلى صفحه الانترنت. يبقى انا اسكت ليه؟ انا اتكلم واقول كلمه الحق واقول يا شيخ عايز تنتصح تنتصح، ما انتش عايز انت حر. الدوائر ستدور على من خالف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لما احدث الصحوه في المجتمع اثرت على دخول كم كبير من النصارى في الاسلام. فاللي كان وراء ايقاف هذه القنوات النصارى والغرب بضغط من الغرب، وايضا من مشيخه الازهر. ليه؟ الازهر مش عارف ينافس، ما عملش قناه تمثل الازهر ويبقى عقيدتها كعقيده صافيه، ما عرفش. حتى قناه ازهري لما فتحت تبرؤوا منها وقالوا لا، ورفعوا قضيه ازاي تسميها ازهري. انا فاكر الشيخ خالد الجندي قاعد بيقول لك طب انا عامل لكم ايه يا مشايخ، بس احنا عايزين نرفع من مكانه الازهر، زعلانين ان سميتها ازهري، هسميها لكم جمبري. اه والله يا كده عشان تتبسط، يبقى قناه جمبري الفضائيه بدل من قناه ازهري الفضائيه. ده اللي قاله الشيخ خالد الجندي وانا شفته بالهواء مباشره، متضايق بيقول انا بحاول احسن في صورتكم، تيجي انتوا ترفعوا عليا قضيه؟ يعني شوف لدرجة ايه؟ فهم مش عارفين نفسه. فالحل ايه؟ عشان هم متمكنين والسلطة في ايدهم. ايام انس الفقي اللي حصل ايه؟ قفلوا القنوات الاسلامية، فربنا سبحانه وتعالى قفلهم من الوجود وحطهم في السجن كله. طب لما اتفتحت القنوات مش عايزين نستخدمها كوسيلة نروج بها الى التجميع من غير تأسيس، والناس كلهم يتلموا والمسلمين يبقى وحدة، شعارات جميلة وحلوة، لكن فين المنهج وفين التأصيل العلمي؟ لو أن الشيخ جلس في قناته يعلم الناس كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الناس هتحترمه. إنما يقول لك طب يعني مش عايزين يبقى مشاركة؟ إحنا غير الناس، يشارك حد من اللي يقدر يتحمل نظام الديمقراطية بتاعهم والنظام اللي هو بعيد عن الإسلام وترضى بأحكامه. ما نقدرش نقول لك أنت كشيخ تنزل. طب أنت بقى دلوقتي يبقى لازم تقعد مع الناس اللي موجودين في بيت العائلة، وشوية بشوية ما فيش مانع ان الشيخ نفسه يروح يبني لهم الكنيسة. ايه المانع في كده يعني؟ من اجل الوحدة الوطنية، مع ان اللي بيفحر في الوحدة الوطنية مش المشايخ ولا السلفيين، معروف اللي بيفحر في الوحدة الوطنية مين؟ ناس غرضهم ان يحدثوا فتنة في الامة، اما من النصارى او من غيرهم، على اساس ان ده من النظام السابق اللي عز عليه يبقى 3-4 مليون في الحزب الوطني يروحوا كلهم في لحظة كده. أنا حاولت أن أكون صريحا كما عاهدتم من الدكتور محمود. الصراحة في القضية وعرض المسائل الخفية اللي بتكلم عنها دلوقتي في القنوات الفضائية الإسلامية لازم وقفة صدق مع النفس. أنا بقول لكم قناة الحافظ وقناة الخليجية وقناة صفا برضو، يعني من أصفى القنوات وأقواها الآن مشاهدة قناة صفا، إن لها رسالة، لها رسالة. حتى ان الاخ محمد صبري بيقول لي والله يا دكتور لو اخلصت قناة الناس والقنوات الاخرى ولم يكن غرضها غرض تجاري لربنا سبحانه وتعالى اعانهم ووفقهم وجاب لهم الجانب المادي، لكن دلوقتي لا، المسائل محسوبة ماديا. وقت الشيخ الساعة بكام؟ الربع ساعة بكام؟ الاعلان بكام؟ يعني الاخ بيقول لي طب يا ابني اذا كانت سم مدني انتوا ليه عاطينا 45 دقيقة في القلعة عقيدة؟ في حين ان فضفضة بتسيبه يجي ساعة ونص، والشيخ بيقعد بين الكلمة والكلمة دقيقة ولا دقيقتين. والمعلومات اللي بتطلع منه اما معلومات مشوهة في مدارج السالكين، أو زي ما انتوا شايفين الحصيلة اللي بتطلع ضعيفة جدا جدا. فقال لي بس الفضفضة متباعة، إنما لقاء العقيدة مش متباع. ده الكلام ده في قناة الناس. يعني ايه؟ فهمني يعني متباع. قال يعني ده بيجي منها فلوس، ولقاء العقيده بيفيد الناس صحيح بس ما بيجيش منه فلوس.
تم تبيع يا عم القلعة فيه بيعه لما يبقى يتباع تعال قول لي بقى عشان اخد نصيب انا كمان يعني شمعنا الدكتور محمود يعني يقعد 3 سنين رايح جاي كل يوم 3 ايام في الاسبوع دلوقتي من غير تعريفة واحد ياخده يلا طب ما الحكاية عندكم مادية طب سلام عليكم بقى يعني شوف لك واحد الوقت لا فيه امن والله كده لا فيه امن انا بقوله لا فيه امن ولا يحزنون والمشايخ كلهم بيتكلموا فروح شوف لك بعض اخواننا المشايخ اللي كانوا محبوبين او المشايخ المشاهير وهاتهم يتكلموا بقى يا سيدي في حاجه تتباع تعرف الاخ يقول لي ايه قول له يعني احنا ما دورناش ما احنا دورنا لما هبطنا ان حد يجي مكانه وللاسف ما لقيناش ولا حد من المشايخ راضي يطلع في لقاء العقيده مكانه طب يا عم جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام دلوقتي الشيخ مصطفى بيكلمني علشان نرجع قناة الناس تاني ونعمل برنامج في رمضان قول يا شيخ مصطفى انت عزيز عليا لان انا ما اعرفش قناة الناس غير مصطفى الازهري بس ما كنتش بتعامل غير معاه هو اي حاجة عايزها بطلبها منه ما كانش مع حد من القنوات ليه لان عارف المكر اللي وراها وده بينكر الشيخ فلان وحتى الان وبسبب ذلك فضيلة الشيخ عادل الشربجي ابى ان يدخل مثل هذه الفضائيات لما فيها من مكر وخبث واشياء تخالف شرع الله تبارك وتعالى بتحصل من المشايخ نفسهم ان الشيخ عايز يستأسد بالقناه اسد الشاشه نمر الشاشه ايه اللي اسد الشاشه ونمر الشاشه احنا هنعملها ايه نلبى حيوانات ولا ايه خد بالك ازاي شيء محزن فعلا ويجي يقول لك مثلا تلاقي على النت لقاء العماليق عشان فلان جاي مع فلان لقاء الجبلين ايه ده انت يا ام الشيخ تسكت على كده ازاي وتوافق عليه ازاي ليه ما تعودش نفسك على النقد الذاتي والادب اللي بيتكلم عليه بعض الشيخ يقول لك انا بحترم الناس وانا راجل بلتزم الادب وما شبه ذلك اي ادب هذا اذا كان الشيخ يقول انا ما باخدش ولا جنيه وهو واخد قبلها 10000 دولار يعني بتكلم على المساله اما نيجي نتكلم عن النقد الذاتي احنا بننقض الامر لاصلاحهم ونيتنا ليس الاساءه اليهم ولكن بنقول لهم اصدقوا مع انفسكم ولا تتحدثوا باسم الناس على انكم مشاهير ولا يمكن ان انت تترك نفسك عشان يستغلك فلان وفلان على حساب منهجك لان زي ما بقول لك كده لا يمكن شيخ الازهر ان هيتنازل عن اشعريته اللي بتدرس في الازهر ولا عن صوفيته الخلواتيه ولا المفتي هيتنازل عن هذه الامور انما انت اللي هيوصلك بالتشدد ولازم تتنازل فالنهارده يقول لك ايه الصحابة اختلفوا في العقيدة وانا اجيب لكم امثلة على اختلاف الصحابة في العقيدة الكلام ده تمهيد عشان بعد كده الصلاة في المساجد اللي فيها قبور عادي بعد شوية بناء المساجد على القبور عادي فيها قولان الصحابة اختلفوا بعد شوية اخد بالك ازاي المشاركة في الموالد عادي وبقى ذكر بعد شوية امور هتحصل في الديمقراطية والانتخابات عادي امور كثيرة ما هو انت طالما تنازلت عن اشياء خلاص هتتنازل في المنهج بتاعك وتضطر بقى بسبب الاعلام انك تتكلم بمثل هذا المنطق وهم لا هيحترمونا ولا الناس هتحترمنا الناس كانت بتحترمنا عشان منهجنا عشان تمسكنا بالكتاب والسنه عشان ثوابتنا لكن اجي ابص الاقي الشيخ بيتكلم في الصوفيه على ان هم ناس مقربون سابقون ومقتصدون واقل ما يمكن ظالمون لانفسهم وهو قبل كده والله انا بشوفه الامبارح لقيت مقطع فيديو له الشيخ محمد حسان يقول انا رحت عند البدوي وغطيت وشي عشان امشي مع الناس لان لو شافوني كذا وكذا وبتكلم على الشركيات والبدع والاموال اللي بتحصل عند البدوي هنحترم الناس دول ازاي وهم على غير المنهج نحترمهم اذا دعوناهم الى الكتاب والسنه فتمسكوا به انما اصروا على مبدئهم يبقى ما تقوليش بقى الاحترام المبالغ فيه ده ما تقوليش بقى انا راجل يعني بحاول احترم الناس كلنا بنحترم الناس كأم الدعوه لكن بعد ما بتبين الحق وانت قلت آلاف الشرايط عن الصوفية ومحدش استجاب لك يبقى مفيش داعي للمداهنة التي نراها واضحة في سلوكيات القيادة اللي بتحرك حوالها جموع وألوف بلا وعي أنا حاولت بقدر المستطاع أن أكون صريحا كما قلت وبالرغم من ذلك يعلم الله ليس في قلبي ضغينة لا لحسان ولا ليعقوب ولا لحد من إخواننا اللي موجودين في القدر الفضائية وإن كان موقفهم في الأسماء الحسنى موقف محزن ومخزي في أن يترك الناس
يتعبد الله بأسماء لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله ويكتمون الحق وهم يعلمون. لأن اللي عرفني كده إيه؟ الشيخ يعقوب بيقول لي أنا أشهد الله من 3 سنين أن كل كلمة كتبتها في الكتاب بتاع اسماء الحسنى حق، وأنا مش معاه في كده لأن مش كل كلمة كتبتها حق، أنا كتبته ممكن أغلط لكن دي مبالغة منه في القضية، وما عرف الناس أن في 21 اسم غلط، وما قال لهم اتقوا الله وسموا الله بما سمى به نفسه، لا هو ولا حسان، لكن يتحمل أوزار الناس. ليه؟ لأن هم يعلمون الحق وكتموه في قضية أسماء الحسنى. أنا بقولش خذ الأسماء اللي أنا التزمت بها أو اللي ثبت في الكتاب والسنة من وجهة نظر جمعي، خذ اللي ثبت في الكتاب والسنة واللي أنت مقتنع به، والحمد لله لا قدر أن هي يمنعها من الانتشار ولا شيء من هذا القبيل. الحمد لله الآن بتذاع في القناة الفضائية ومترجمة لـ40 لغة في العالم، تبنتها المملكة العربية السعودية، حتى بلغني بعض الإخوة مش عارف الكلام ده صدق ولا لا، إنها مكتوبة على أستار الكعبة الآن، وأنا مش مصدق الكلام ده، ممكن يكون الكلام ده مبالغة، إنما ده اللي وصلني من خلال أسبوع. الحمد لله إن الأسماء الحسنى تصل إلى هذا الحد. وأول امبارح اتصل بنا دعوة الجاليات في السعودية وقالوا إحنا عايزين نترجم الأسماء بشرحها من كتاب الدعاء لجميع لغات العالم، فبعت لنا وثيقة مكتوبة بإذن بذلك، فبعت لهم فعل الوثيقة وهيبدأوا يترجموها لجميع لغات العالم. يعني لا وقف على محمد حسان يقولها ولا غيره. بعض الناس يقول لك انت ليه ما رحتش محمد حسان قبل ما تطبع الكتاب؟ يا سلام، ليه يا ابني؟ انا رايح لباحث متخصص في العلوم الاسلاميه اخذ الدكتوراه والماجستير وعنده من العلم الكثير والكثير وخبير. القضيه كده قضيه حق يا ابني، الشهره دي حاجه تانية، دي زي التجاره وزي المال بالظبط، رزق يعطيه الله عز وجل من يشاء على سبيل الامتحان والابتلاء وليس على سبيل الرضا. فالشهرة لا تعني أن الله رضي عن فلان، ولكن تعني أن الله ابتلاه، فنسأل الله أن يثبته، يثبت الشيخ محمد حسان محمد يعقوب على الحق، وأن يثبتنا معهم على الحق، إن ده مبتغان. نيجي بقى هنا معلش عشان المحاضرة تكتمل، في فقراتها الإنترنت فيها من الأضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان بها، لأن هذه أول ما نشأت شبكة الإنترنت المتابعة فيها إفساد عقائد المسلمين والقول على الله بلا علم، لأن أغلب هذه المواقع استغلت استغلال سيء من قبل المبتدعة ومن قبل الشيعة وغيرهم، وقليل من يدافع عن السنة. غير كده الإباحية المطلقة اللي موجودة في الإنترنت، فنتمنى أن كثير من إخواننا إذا استطاع أن يتعامل مع الإنترنت ويفتح الصفحات المجانية المتاحة ويملاها بالمادة الإسلامية علشان يغطي على المواقع الإباحية وغيرها من كثرة انتشار الإسلام، هو ده اللي احنا عايزينه في السلوكيات الآن. إضاعة الوقت من سلبيات الإنترنت، يمضي وقت طويل قد يزيد على 4 ساعات يوميا حسب دراسة إحصائية في الخليج يعني. كذلك الكذب وتبادل الألفاظ والمناظر التي تجر للفاحشة وإثارة الغرائز، مع العزلة كمان والانطوائية والتفريط، ده من ضمن سلبيات الانترنت. وأيضا تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب، فيشير بعض التربويين إلى أن بعض الطلاب يجلسون في الفصول الدراسية وهم في شرود دائم وأذهانهم خارج القاع بسبب ما يتابعونه في النت ليلا أو نهارا. المخاطر الأمنية، لأن قد يقع بعض الشباب في مخاطر استقطابهم من قبل أجهزة الاستخبارات، زي ما بيتكلموا الآن إن اللي حصل في مصر صحيح كان في رد فعل عنيف على الظلم والفساد اللي حصل من قبل الحكام، لكن اللي تحركوا بعفوية، إنما استغلوهم مجموعة من أتباع الماسونية من الشباب عشان يحطوا البلد في فوضى خلاقة. احنا ما كناش موافقين ابدا على النظام الجائر الظالم السابق، لكن لا يعني الخروج عليه، لان المفسد اللي هتترتب عليه اكتر من المصلحه في الخروج. ولذلك احنا بنقول المظاهرات غير شرعيه لا قبل ولا بعد. يعني دلوقتي المظاهرات كله يقول لك لا حرام حرام حرام، هتفسد البلاد والعباد. طب واللي قبل كده كانت حلال؟ ما هي برضه حرام 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 في اي وقت، مبدانا واحد، وبنقول للنظام اتق الله زي ما قلناها في اللي فات نقولها برضه دلوقتي، ولا نخشى في الله لو ما تلاه. هو ده المبدا الاسلامي. انما انت بتقول لي خارج في المظاهرات عشان ايه؟ عشان اقامه شرع. نقول لك ده انا داخل وهيجيب لك مبررات عشان اقامه الشرع ودفع الظلم وغير ذلك. طب دلوقتي هل اقيم الشرع؟ يعني المظاهرات زمان حلال ودلوقتي حرام؟ لا،
لا هي حلال قبل ولا هي حلال بعد. التظاهر في الشرع ما هوش مبدأ إسلامي، بل يعد من الخروج على الحكام، وده مبدأنا اللي احنا بنقوله وثابتين عليه ولله الحمد. ولا وعلى فكره كتير من المشايخ على هذا الوضع وحوربوا حربا شديدا جدا جدا، حربا شديده. ليه؟ لانه بيقولوا يا جماعه احنا مع الكتاب والسنه. حتى ان الشيخ احد الاخوه الشيخ هشام البيلي عشان عقب على الشيخ حسان في انكاري على خروجه في المظاهرات طردوه من قناه الرحمه وحورب الرجل وقالوا له ادخل اعتذر على الهوى ان انت اخطات في حق الشيخ والمظاهرات حلال. قال لهم لا، وحورب الشيخ هشام وغيره من المشايخ كتير. ليه؟ احنا مش عايزين اللي يسقنا الهوى ولا المصلحه، اللي يسقنا الشرع والدليل. معايا ولا مش معايا؟ الشرع والدليل، وده منهجنا اللي احنا اتعودنا عليه. المواقع الاباحيه على الانترنت من اخطر المواقع تاثيرا على شباب الامه، وهناك أكثر من 7 ملايين موقع إباحي مبثوث على كافة أنحاء الشبكة الدولية، و90% من مستخدمي النت يدخلون عليها من أبناء الأمة الإسلامية للأسف يعني. وهناك من يروج هذه الأفلام الإباحية مش بس في النت، لا، يسحبها ويأخذها على الموبايلات، يأخذها على الصوانات ويوزعها على أبنائنا في كل مكان. فشبابنا أصبح ضحية لمؤامرة ماكرة خبيثة لكي يعني يضيع أخلاق الشباب ويضيع فهم المروءة وينشر الرذيلة إلى غير ذلك. حتى الغرب نفسه في المواقع الإباحية منعوها، وظهرت نداءات كثيرة في أمريكا تطالب الكونغرس بل وتضغط على الرئيس الأمريكي بوضع حد لهذه المواقع. وفي بريطانيا نفس المطالب، وفي ألمانيا أقفلت السلطات هذه المواقع الإباحية لأنها بتضيع جيل بأكمله. لكن احنا عندنا المقاهي مفتوحة وفيها مشاكل كثيرة جدا، ومن سلبياتها السطو على البنوك والسرقة وغير ذلك والنصب، ودعوات كثيرة لقتل النفس بدعوى اليأس من الحياة وكيفية المقامرة عبر الإنترنت. هناك مواقع تدعو للانتحار وغير ذلك من هذه الأشياء في الإنترنت، سلبيات كثيرة كتبنا أغلبها في الكتاب فترجعوا له إن شاء الله عز وجل. في سؤال بس يعني أخي بيقول فضيلة الدكتور، بدأت بعض النساء يظهرن على قناة نور الخليجية، وبدأ مدير قناة الناس الجديد صلاح الدالي مدير قناة دريم سابقا الإفساح للعلمانيين على قناة الناس للتغيير عن منهجهم، فما هو موقف العلماء مما يحدث حيث يعتبر غزو من الداخل؟ للأسف أن الأخ صلاح الدالي اللي جابوه في قناة الناس الهدف الأساسي منه مش حكاية إدارة دعوة إسلامية، لا، إزاي يحقق أعلى ربحية ممكنة للقناة وتعوض الخسارة في الفترة اللي فاتت. فحتى أنا لما رحت قابلته، هم أول ما بدأت بس القناة لقيتهم بيتصلوا علي، إيه؟ قالوا معلش في اجتماع للدعاء وعايزينك يا دكتور محمود تشوف سياسة القناة أو وضعها. فأنا ظنيت خير إن يبقى في منهجية والإخوة يلتزموا منهج علمي ونظام كويس وكده. فإذا بالأخ صلاح الدالي عايز أتعرف على المشايخ. يعني أنت جايبنا مشوار طويل عشان تتعرف على الشيخ؟ طب يا سيدي اتصل بيه بالتليفون وشوف انت عايز ايه حتى تشرح ايه وتتكلم فيه. فبيقول لي انا عايزك تتكلم في موضوع الاسماء الحسنى اللي عمل ضجه في الاعلام وكده يعني عشان يبقى في نسبه مشاهده اكتر. قلت له ايه؟ ايه يا عم شيخ؟ احنا اصحاب دعوه. كنت عايزني عشان اعمل لك ضجه؟ شوف المنطق يا اخوانا. فانا قلت له لا، انا اتكلم على حسب ما انا عايز واللي شايف فيه مصلحه للامه الاسلاميه. هتفسحوا لنا المجال؟ اهلا وسهلا. مده البرنامج انتوا عاملينها 45 دقيقه ما تنفعناش. يا تفتحوا، لان بحضر ماده علميه ما بقولش نص. انا سجلت اكثر من 120 لقاء في قناه الناس. والله ما في لقاء من لقاءات قلت فيه نص الماده العلميه اللي عايزين اللي واجب تتقال للناس، نص 120 لقاء. واللي يحس كده في برنامج آية الكرسي الشيخ مصطفى الازهري والوقت خلص يا عم الشيخ. واحنا عايزين نكمل الامور عاديه كده. فقال لي يعني، قلت له ما كانش انا هطلع على القنوات الاخرى صفا والخليجي والحافظ. فقال لي انصحك ما تطلعش على القنوات دي. شوف هو بينصحني يقول ما تطلعش على القنوات دي. قلت له ليه؟ قال لي اصل ما حدش بيشوفها.
قلت له لا ان شاء الله هيشوفوه. خبرك انا لا لزم ناس قناه الناس ولا قناه صفا ولا قناه خالدين، انا راجل صاحب دعوه افهم المنهج، ان ما عرفت تتفاهم مع شيوخ يبقى مش هتكسبهم، لان راس مالك هؤلاء، فتتعامل معهم باحترام ويكون المنهج العلمي هو الاول في المقام، مش فلان ده يجي له قد ايه. ولذلك مجرد بس ما الشيخ حسان شاور لهم ان طلع لهم في القناه قعدوا يعلنوا اسبوع. ليه؟ نسبه مشاهده عاليه هتجيب فلوس. لا انا نصحت مدير قناه الناس علي السعد، قلت له ما كانش فيه صدق واخلاص القناه هتخسر، ولا زلت بقولها له حتى الان، وبقولها برضه بالاخ عاطف عبد الرشيد والدكتور سعيد حساسين، ان ما كانش فيه اخلاص هتقفلوها والله. وهو دلوقتي ظهور النساء على قناه النور الخليجيه، فرق بين النور الخليجيه والخليجيه، النظام الجديد في النايل سات بعد الاحداث اللي حصلت، طبعا هم بيحملوا السلفيين مسؤوليه، وطبعا السلفيين براء من الكلام ده في مساله احداث امبابه، لا دي فتنه جايه من قبل الناس اللي كانوا قبل كده على اساس يقول لك ولعها خلاها فوضى. ليه؟ 3 مليون قاعدين دلوقتي من غير شغل كانوا بينهبوا والبلد نهب. فمش معقول 3 مليون دول في الحزب الوطني وفي الامن وغيره، أخي بالك ازاي؟ ان دول هيتغيروا في لحظه يبقوا ملايكه. لا دول عايزين تشوف لهم حل الاول. ازاي تتعامل مع الناس دي؟ ازاي تسترضيهم بالحلال؟ الشرط اللي كان بيوقف ياخد من الناس فلوس كل عربيه معديه، حاول تعلم رتبه وتراضيه عشان ينزل في الشارع. هو ده العلاج الحقيقي. مش السلفيين. فهم بقى دلوقتي وضعوا قانون جديد على ما يبدو، على حسب ما بلغني الاخ اللي هو مدير قناه الهلال امبارح، ان اي قناه هتفتح اسلاميه لازم يكون فيها نسبه 25% نسوان. كده. طب واللي فات؟ قال الحمد لله عدت. اللي هيفتح بعد كده قناه اسلاميه يبقى لازم يطلع نسوان بنسبه 25% مذيعات، برامج حريمي، المهم المراه تطلع على الشاشه. ما كانش ما يفتحلوش القناه. ولذلك احنا بنقول يلزم وجود قمر صناعي مش بس ينقل، هو ده الحق الحته اللي نسيت اقولها لكم ونختم بها ان شاء الله عز وجل. لازم قمر صناعي في مئات القنوات تنقل العلم من داخل القاعات في الجامعات الاسلاميه في العالم. يبقى القناة فيها بس حي الأستاذ بيشرح وبيناقش الطلبة من غير مونتاج، كاميرا تتحط في قلب القاعة والدكتور اللي يجي يشرح وبس فضائي والهواء. بقى أنت عندك 500 قناة مفتوحة للفساد، فليه ما تفتحش زيهم للإصلاح ويبقى قدوة الناس وقدوة الشباب، مش نجوم الكورة والعيال اللي قاعدين بيلعبوا كورة. لا، يبقى الدكتور فلان المميز الباحث العالم سواء كان اسلامي او كان في تخصصه، تنقل الماده بحيث الولد يشوف الدكتور وبيشرح فيتمنى يبقى دكتور، يتمنى يبقى عالم، مش متمنى يبقى لعيب كوره او يبقى زي الشيخ فلان ويقلده في الشكل ويطلع يخطب زي الشيخ فلان بالظبط وبعد كده الواد يا عيني خلاص راح. ها؟ لا، احنا عايزين من داخل كل جامعه في العالم الاسلامي قناه فضائيه للجامعه بس 24 ساعه. يبقى هم اولى اهل العلم ان هم يقدموا كنموذج للناس. انما حتى الان ملايين الازهر والاوقاف ما تفتحش قناه بمختلف لغات العالم عشان تعرف الناس الدين. كفايه كده، طولت عليكم واعذروني على الصراحه ان احنا في المحاضره قبل الاخيره، وان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه نلتقي على خير اللي هي اخر محاضره، ونعتذر ان كنا احنا أسأنا لحد من الطلاب على مدار المحاضرات 120 محاضرة تقريبا 119 محاضرة، أي حد أسأنا له أو قلنا في حقه كلمة من غير بينة أو شيء من هذا القبيل، أو إن احنا والله ما قصدنا إلا الإصلاح، ما استطعنا ولا نقصد إن احنا نجرح في حد ولا شيء من هذا القبيل، بل الشيخ محمد حسان أخ على العين والرأس، يعقوب على العين والرأس، لكن نصيحة توجب علينا ألا نسكت بل نردهم إلى الحق ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحي
يرشدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، نعمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله.